تحية الحرية أعزائي، مرحبا بكم، مساء الخير إن كان مساء وصباح الخير إن كان صباحا. تحياتي للدكتور وبروفيسورنا العزيز الدكتور كفاح سلوم the free. Nice to see you. To see you. Nice. أماتيو، ساندرا، وائل، نسرين، حسني، طبعا A long list of names, أسماء كثيرة جدا. فمواطن محمد، أهلا وسهلا بكم منورين. ومنور معنا أيضا صديقي وأخي العزيز جان برو، صاحب مؤسس قناة الجهر بالإلحاد، لمن استطاعوا إليه سبيلا. هذه مكية ولا مدنية جان؟ مدنية. هلو يا قوم، كيف حالكم اليوم؟ طبعا بالديسكريبشن مكتوب احمد حقان، عم طلع لكم جابرو. جابرو يخرج من كل مكان. ليش متنكر احمد؟ عن جد الماسك اللي لابسه شبه اخونا احمد، قصدي جان، بالملي. كيف زبطت معك؟ ما بعرف انا، المهم اخذت شخصيه جابرو. طبعا انا احمد حقان. واللهجة تاعتك، يعني اللهجة مظبط، اللهجة السورية الحلبية، يعني يعطيك العافية. معقول ده احنا مصريين يا بيه؟ ده حبيبي، شو بتخبر؟ شو اخبارك؟ شو في ما فيه؟ المهم اصدقائي، نحن بعتنا الرابط لاخونا احمد حرقان، ولكن للاسف اظن لهلا ما وصله، ما شاف ال انا اي ثينك راح نقول المثل المصري، الغايب حقته معاه. بالضبط. انت راسلته على الفيسبوك والفيسبوك تبعك وقفه يعني؟ الفيسبوك صارت معي جينيس بوك اوف ريكوردز لتحطيم الارقام القياسيه، بحياتي ما صايره قبل. يعني تفتح الفيس ما في 24 ساعه هويتك، شايف البعثيه؟ البعثية اللي كانوا يطلعوك بالشارع، وين هويتك؟ وين شو اسمك؟ عنوانك من وين؟ نفس الشيء الفيسبوك، نفس الشيء الفيسبوك صار بعثية. ولا شو رأيك؟ بالضبط. هاي يعني الفيسبوك مو صايرة بعثية، بس صايرة. طب أنا آسف كتير، بس أنا بشوف وين صرنا. آسف كتير، صايرة بعثية وإسلامية، ومو بس الفيسبوك، يعني كل التواصل الاجتماعي تقريبا. يعني أنا من خبرتي على اليوتيوب للأسف الشديد، يعني أنا رحت على بصراحة على مكتب جوجل ذات نفسه، وحكيت معهم بموضوع القنوات اللي تسكرت، ولكن للأسف الشديد ما ردوا علي. يعني المسألة واضحة، مسألة فلوس ليس إلا. يعني هم لا ما بيهتموا لا لفكر، لا إرهاب، لا شيء. ما بهم تدمر الكرة الأرضية، ما بهم، المهم فلوسهم يكون ماشي. هي اللي فهمته بالنهاية. هي أكبر غلطة إنه شركة محترمة تشغل مسلمين، خصوصا أنا متأكد هلا عم بتخيل براسي يا جان إنك تفوت على شركة فيسبوك وحتشوف جماعة السلفية اللي مربين اللحى وقاعدين على الكمبيوترز، قاعدين يتفرجوا على حساباتنا وقاعدين يعملوا لهذا بلوك ولهذا هويتك كيف شركة بتسمح لمثل هاي النماذج التعبانة الوسخة إنها تشتغل؟ بس فهمني. وفلوس. يعني اذا بتذكر رياض من فتره 6 7 شهور، كان هذا ولي العهد السعودي كان زاير لفيسبوك، هذا مدير الفيسبوك، يعني كان بزياره رسميه عن مدير الفيسبوك. فلا تستغرب يعني يكون اشتروهم بالاموال النفط هاي. يا هاي المصيبه. But anyways، انا عن نفسي بعتقد انه، ويا فرحة يا شماتة أبلة طازة في أبلة زازة، ما أعرف أبلة شنو أبلة، راح خلاص نكنسل الفيسبوك لأنه نحن لسنا بحاجة أصلا إلى الفيسبوك. لكن كنت حابب أني أتواصل مع بعض الأصدقاء، اللي يريد ممكن عندي الانستغرام، العينس كيف بيقولوها؟ العينستغرام، في جماعة لحد هلا بيقولوها العينستغرام، والسناب تشات بقى، السناب تشات، والتانية اسمها إيه؟ التويتر، العصفور اللي بيغرد ويس 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 ويس. فممكن تتواصلوا معايا على الويس ويس او على العينستغرام،
على المهم انستغرام صراحة، على انستغرام هذا انا بس انا مالي خبرة فيه، انت يا ريت تعلمنا عليه، نترك الفيسبوك هذا الى الفيسبوكيين يعني. الانستغرام خيي فيك تعمل فيديو قصير ابو دقيقة واحدة، اوكي، وتعمل صور وتكتب اشياء بسيطة عليها وتعمل بوستينج، ومثل يكون عندك رفقات عاملين لك اضافة، عاملين لك اد، وتتواصل معهم مثل الشات، زي ما بنعمل بالشات، مثل ما بنعمل على شو اسمه السكايب، نفس العملية مثل السكايب، لكن الفيديو اللي بتنزله فقط محدد بهاي الفترة الزمنية، دقيقة واحدة بس مش أكثر. ففيك تحكي لهم مثلا هاي كيفكم شباب، أنا هاليوم هيك عم بعمل، فتعطيهم أول بأول إنه هلا بعد ساعة رح يبلش عندي البث المباشر، يلا تجمعوا شباب تعالوا عندي. يعني هيك أشياء فيك تعمل على الانستغرام، يعني ونفس بتقول الشيء مثل الواتساب. تشبه الواتساب، ايه هي نفس الفكرة عمي، نفس الفكرة، نفس نفس الفكرة بس الفكرة. بالتليفون يعني. That's all yeah. هي الشهرة هذيك، انستغرام هلا مشهورة كتير اكثر من يمكن ما اعرف، هي والواتساب نفس الشيء. السناب كمان حلوة، في واحدة تانية اللي على شكل شبح ابيض صندوق اصفر، هذا اسمه سناب شات. So it's all the same، يعني هو اختلاف بالاسماء بس كلهم من عائلة واحدة، نفس العملية. انت تسمعني زين. على ايه كل حال انا كتبت اليوم على الفيسبوك عندي جوع مات موجوع، قال حقا قام، قال يعني ف يعني اجتني بصراحة هجومات غير معقولة في يسوع الدلوع، دلعوك اكثر مما تستحق، فجتني هجومات. احكي لنا شوي على يسوع الدلوع هذا، ليش كان ليش دلعوه كثير؟ يسوع الدلوع، صحيح انت ذكرتني قبل كم يوم، شو قبل كم يوم، البارح، مو البارح عندهم كان مناسبة معروفة اللي هي يسموها القيامة. فاللي صار خي انه واحدة اسمها مريم المجدلية راحت اول شيء الصبح لتزور قبر يسوع، شافت القبر فاضي، فكان التحليل البديهي للمسيحية انه المسيح قام من الأموات. يعني أنت تخيل نفسك هلأ بتروح على شيء حدا ميت وبتلاقي القبر منبوش أو ما في حدا بالقبر، فأول شيء حيخطر على بالك شو؟ أول تحليل منطقي أنه هذا الشخص قام من الأموات، عم بيتمشى بيناتنا وعم بيأكل ويشرب ورجع أحسن من الأول. فتشوف الذكاء خارق، يعني الذكاء شو اسمه خارق، مش يعني من الممكن أنه يكون حدا سرق الجثة أو حدا رمى الجثة للكلاب البرية تنهش فيها، لا، قامت من الأموات وقاعدة. شوف، وتجلس عن يمين العرش، يعني الله قاعد هون، الله بيصير شو معناته جان؟ الله بيصير على شمال على شمال يسوع. يا حبيبي ايه الحلاوة دي؟ ايه تجليد في تجليد، والثلاثة واحد. على أي حال أنا أيضا أحب أن أقول كل واحد حر بالإلحاد، الملحد، الأيثيزم معروفة، نحن لا نتملق لأحد ولا نجمل لأحد ولا نضع المكياج أو الميك اب لأحد. فالديانات الإبراهيمية الثلاثة كلها مسيئة، كلها يعني تذهب بالعقل وتسبب الظلام والرجعية والتخلف وجميعها، يعني لا يوجد هنالك فرق بين الديانات هذه جميعها. لكن الحق يقال أنه فعلا يعني إذا تريد تعمل بيناتهم مقارنة، الإسلام شيء أكيد، الإسلام راح يكون متصدر قائمة الإرهاب، والإسلام راح يكون متصدر قائمة الخطورة. النصيب الأسد من الخطورة والقتل والإرهاب شيء أكيد، إذا كان هم أصلا مكتوب عندهم أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لكن هذا مو معناته أنه راح ننسى، الحين دي يستغلون الفرصة، يستغلون أن الملحد منشغل كل الانشغال فوكس على المسلمين وناسين حكاية، وخصوصا لما نطلع على قنواتهم الفضائية، وهذه بعد الطامة الكبرى. فكل يوم للأسف الشديد هنالك أنا أسميهم الضحايا
من شمال أفريقيا، أكثر شيء شمال أفريقيا، الذين يدخلون في النصرانية المسيحية التبشيرية البروتستانتية، مش أي كنيسة. عندك كنيسة روما كاثوليك، عندك كنيسة الأقباط، عندك كنيسة الأرثوذكس الكنائس الشرقية، وعندك أيضا الكنائس التبشيرية المسيحية. هذول التبشيرية المسيحية إحنا نقول عليهم المتطرفين. أهلا أهلا إنسانيون. أبو الحكم، أبو الحكم حبيبي، يا ريت تفوت ويانا إذا تقدر. شو رأيك جان نستضيف أبو الحكم معنا؟ عندك ميوت. ما في أي مشكلة، ما في أي مشكلة. بس بدي أبدي، أنا بدي أقول إنه يعني هو من المحزن إنه تلاقي ناس خارجة من الإسلام لأنه شافت زيف الإسلام وتتجه للمسيحية أو لأي دين آخر. ولكن يعني أنا بصراحة يعني أحزن أشوف واحد طالع من مزبلة داخل مزبلة تانية. ولكن أنا لا أجبره، أنا لا أجبره، يعني أنا أحترم رأيه. خلاص هو اختار، بما أنه اختار المسيحية وهو أقل الضررين مثل ما بقوله، يعني بما أنه اختار اختار، ما عندي مشكلة معه، أنه المهم يكف بلاء عني. بس أحزن يعني بصراحة أشوف يعني طلع من مزبلة دخل مزبلة أخرى. صح، مزبلة بدون دماء وأشلاء، هاي كل القصة. يعني من مزبلة وسخة فيها كلها دماء وأشلاء، راح على مزبلة كمان مزبلة وسخة ولكن بدون دماء وأشلاء. نعم. هاي القصة كلها يعني يخرجوا. طبعا أنا يبقى رأيهم ولا ماني وصي عليهم، يعني حتى أقول لا لازم تصيروا ملحدين أو لازم تصيروا، هذا الشيء برجع لهم. أكيد أنا أضم صوتي إلى صوتك. هي المسألة وما فيها، اللي يريد يمارس حريته في الاعتقاد ما عندنا أي مشكلة. المشكلة فقط لما يصير يؤذينا إلنا ويصدع رؤوسنا، يعني ما يتركك في حالك، فهنا المشكلة. الإسلام معروف، الإسلام دين، ديانة الدعوة يسموها، الدعوة إلى الظلام والدعوة إلى التخلف والدعوة إلى الرجعية والدعوة إلى كل المصائب اللي موجودة بالدنيا، وما يتركك بحالك. أنا راح أعمل عليه حلقات في الأيام المقبلة، لأنه صار في بيني وبين بعض المسلمين، أنا بالمناسبة القنوات الفيسبوك، قصدي قنوات اليوتيوب الإسلامية، أنا أتحشر بيناتهم وأفوت في وسطهم وأستفزهم ببعض المقالات أو بعض الجمل، فيصير عندي يعني أجيب انتباههم على هاي القناة، وأدعوهم دائما إلى المناظرة، أدعوهم دائما إلى المواجهة. وبنفس الوقت أسألهم سؤال مباشر مثل: يا أبيض يا أسود، أريد منك جواب، نعم المسلم ترك دينه أو ترك الإسلام، فهل هنالك حد الردة؟ هل هنالك واجب قتل من ترك الإسلام مثلا؟ يعني ممكن أكون أنا حر برأيي، حر باختياري، ما عجبني الإسلام، ما مقتنع بالإسلام، هذا اللون ما يعجبني، مهما كانت الأسباب ممكن أني أنا أغير رأيي وأنتقل إلى ديانة أخرى. فطبعا الجواب بالأغلبهم راح يكون لا، ليس من حق المسلم أن يترك دينه، لأنه إن ترك دينه فراح يقتل، ويطبقون هذا ما يسمى بحد الردة. قلت له من دواعي السخرية، لماذا طبعا شنو هو السبب؟ يقول لي السبب أنه هذا يعتبر نوع من أنواع الإجرام في حق المجتمع. قلت له يا حبيبي، إجرام في حق المجتمع إلا أنك تتمنى من أهل الكتاب، تتمنى من واحد يهودي أنه يرتد عن دينه، تتمنى من واحد مسيحي أنه يرتد عن دينه، هذه مش إجرام في حق الإنسانية أو في حق المجتمع، إلا فقط إذا المسلم حالة استثنائية، أليس كذلك؟ يعني مبين الكلام التجريد، فهذا عقلية المسلم وتفكير المسلم. عزيزي ما تدخل أو تفضل يلا. كيفك؟ أهلا أصدقائي جان ورياض، وإذا دخل ويانا أحمد، ما أعرف أحمد معانا ولا لا. أرحب بجميع المشاهدين واللي موجودين معنا بالتكس أيضا، سلم على الجميع. طبعا شيء يسعدني جدا أنه أكون مع أخي الأصغر جان
وأخويا رياض في حلقة تضامنية، يعني يكون مع جان. طبعا احنا وانا وجان ما في فرق تقريبا بيناتنا، يعني كل شيء مثل ما يقول هو يعرف عني وانا اعرف عنه. يعني انت يا ابو الحكمة، انا اصلع انت مش اصلع، يعني في فرق. لا بدي راح اتضامن معك، كنت متضامن معك بس مستخبي ورا شو نسمي، يعني نسميها الشفقة، يعني كلاو حط على راسي يعني. ف طبعا شكرا رياض لإتاحة الفرصة قعد وياك ويا أخويا جان، وأتمنى يكون أحمد حرقان هم ويانا. أحمد حرقان ما أعرف إذا اعتقلوه ولا شو صار. بعثت له على سكايب وبعثت له على الفيس بس يظهر ما هو على سكايب ولا على الفيس. أكيد 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 يعني مشغول هو بحاجات أخرى بقى، حاجات تانية. أبو الحكم تفضل. يعني خوما زعلت من هذا الشيخ اللي على أساس يشبهك، شفتها؟ صراحة أنا ما شفتها بس أنت قلت لي عليها، بس عادي يعني إحنا بيناتنا هالأشياء عادي، مثل ما يقول شهرة يعني. أخذها بروح حلوة ولا أهتم، لأنه أعرف تنيتك مو سيئة، تأخذ طريق المزح. طبعا أناني عادي عندي جدا، سوي لي كاريكاتيرات يعني، الشهرة زيادة يعني مثل ما يقول. اللي واثق من نفسه ما يهم أي شيء، وخصوصا إذا يكون الغرض للضحك والفكاهة بس ما بيه شيء بين الأصدقاء. أشكرك على روحك الطيبة، وأنت أيضا روحك مثلنا فكاهية، وتحب على قولتنا بالعراقي أريحي، وأبو القعدات الحلوة، لأنه إحنا هم تصير بيناتنا قعدات برايفت. بس هاي الحلقة ترى عمرك خسارة إذا ما شفتها أبو الحكم، لأنه هذا الشيخ الوهابي يطلع يتكلم عن على أساس هو ريتشارد دوكنز، إحنا سميناه ريتشارد دوكنز الحجاز، إنه اللقلق يقول لك شوف هاي القصة، اللقلق عاف مرته اللقلقة وطار يدور على صراصير وزهوية وده يرجع، بس هو وراجع شاف البيض مفقس، وبدل ما يطلع لقلق دجاج كتكوت، هاي الكتكوت الدجاج الأصفر، قال له ليش ولو، ويقول لك صارت بيناتهم عركة بالقنادر وبالنعل، وراح خابر اللقلق كل أولاد العشيرة كلهم إجوا، اللقالق من بيت الخزرجي والأوسي كلهم إجوا تموا وحاكموها محاكمة لللقلقة المسكينة، اتهموها بالزنا، لأنه شلون يطلع الكتكوت وهذا أبوه لقلق، فحكم طبقوا عليها حد الزنا، طبقوا على اللقالق طبقوا عليها حد الزنا. فهذا يعني لازم تشوف حكمة ربنا، شوف على قولة سعيد صالح، شوف حكمة ربنا يا مسلم في الطبيعة. والله أنت شلون تجاوب عليه؟ بس أريد منك، هو طبعا اختبار علمي، أحد العلماء البيولوجي أخذ بيض دجاج وحطه بالعش ما اللقلق، يريد يشوف رد الفعل شلون راح يكون، وهو هم أنا طبعا دا يزيد حكي من عنده كذب، ماكو شيء اسمه لقالق اجت وطبقوا عليه حد الزنا، هاي طبعا كلاوات مبينة، بس أريد أعرف منك والله شو تجاوبه هذا. يعني الصراحة التخلف يعني كل شيء واحد إذا يؤمن بالخرافات طبعا اي شيء يقولوه راح يصدقونه، يعني عادي عندهم يعني يصدقون اي شيء. يعني انا ذكرتني لما سووا حد على اساس القردة، شافوا احد زنا مع واحدة اخرى ويحكي لك يا الحويني ومبسوط وفرحان وفاتح شفاتيرة مثل ما يقول شفايفة ويضحك ومبسوط يحكي يقول شوف الله شوف شن علمهم انه يطبقون حد الزنا على واحد راح على غير مرته، كأنه هذول ناس يعني عاقلين وعندهم قوانين، وواحد يفرق واحد عن آخر يعني الأشياء المضحكة نشوفها يعني. فأنا أصدق كل شيء، إذا الشيوخ يقولوا أي شيء يقولوا أنا صراحة أصدقهم. يعني أزيدك من الشعر بيت، العالم هو فرنسي، العالم اللي قاعد يسوي هاي التجربة فرنسي، بس
يطمنك بخير هذا الشيخ، يقول لك بمجرد انه شاف اللقلق يطبقون عليه حد الزنا رفع اصبعه هكذا، وبالفرنسي قال او مون ديو اشهد انه جود اونلي جود ان محمد، وما ادري بالفرنسي كيف يقولوها هذا، وحسن اسلامه العالم الفرنسي من بعد هذه الحادثه. بس ما بعرف خيجان يا رياض، اللقلق هذا تجوز على سنة الله ورسوله، يعني لما كتبوا له كتابه اللقلق احتج في واحد من اللقالق اللي جايين يعملوا المحاك، قال احنا عندنا آيات صريحة عليكم بأربع شهود محصنين، فراحوا يفتشوا على لقالق شهود ما لقوا، فهاي طبعا مش شاهد واحد بدهم أربعة. تعال هلا انت وين لوين لتلاقي شاهد لحتى تلاقي أربعة؟ المسكينة راحت بشربة مية هاي اللقلقة على أي حال. طيب شو بدي أقول لك هلا، إنه بخصوص نرجع لموضوعنا الإزعاج، الدعوة المسلمين يسموها الدعوة، المسيحيين بيسموها التبشير، اختلفت الأسماء وإنما المقصد واحد. المسيحيين هنالك معلومة لازم أنا أعمل عليها حلقة، ولو أنا لما أعمل حلقات عن المسيحية يقول لي يا رياض سيبك من المسيحية روح ركز على الإسلام وركز على الإسلام، وكأنما الإلحاد أصبح فقط لديانة معينة وننسى الديانات البقية. لكن المسيحية أين تكمن الخطورة؟ هنالك تعاليم الكنيسة المعصومة من الخطأ، ففي فرق. شوف لما يطلع لك، بدي أضرب لك مثال، يعني مثلا يطلع لك شخص مسيحي من البروتستانت يعترض عليك ويقول لك ورجيني وين يسوع، وين كتب بالإنجيل أنه هذا الشيء حرام أو هذا الشيء حلال؟ الجواب عند الكنيسة الأرثوذكس التقليدية والكنيسة الكاثوليك، وعلى فكرة الكاثوليك والأرثوذكس هم الأغلبية، يعني أغلب المسيحيين حول العالم يا إما راح يكون كاثوليكي يا إما راح يكون شو اسمه أرثوذكس. فيسوع مكتوب عندهم في إنجيل متى قبل ما يطلع السماء ويجلس على الكرسي فوق على العرش استوى، طلع مش بس الله اللي على العرش استوى، يسوع المسيح معه الدلوع كمان استوى معه على يمينه. فقبل ما يطلع تلاميذ مثل بطرس وتيموثاوس وأندراوس قال لهم أنا رح أسلمكم المفاتيح يا جماعة، المفاتيح كلما ربطتموه على الأرض يربط في السماء، وكل شيء تحللوه على الأرض يحل في السماء. ركزوا، هذه مش كلام تأليف، هذه نصوص موجودة في العهد ما يسمى بالعهد الجديد، هذه مكتوبة في ماثيو متى في إنجيل متى. Again قبل ما يطلع المسيح جمع التلاميذ الاثنى عشر وعلى رأسهم بطرس، ومشهورة هذه الكلمة، قال بطرس أنت الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، اللي هي على أساس كنيسة روما، وقالهم أنا رح أعطيكم مفاتيح السلطة في هذه الأرض، أي شيء تربطوه مربوط في السماء وأي شيء تحلوه محلول في السماء. التلاميذ عطوا هذه السلطة للتابعين، التابعي اللي إجا بعديهم، يعني هنالك تابعي اسمه أغناطيوس من كنيسة أنطاكيا، وكنيسة أنطاكيا هي كنيسة قديمة جدا حاليا في تركيا ولو هي بالأصل سورية. فهذا يعني كتب رسائل وأنه على أساس أنه هو تلميذ بولس، وبولس يضع هاي يسموه وضع الأيادي، يجي الرسول يضع يحط إيده هيك على رأس اللي راح يستلم المقاليد من بعده خليفته يعني، وهذا الشخص يعطيها للشخص اللي وراه، والشخص اللي وراه يعطيها للشخص اللي وراه، وهكذا تدريجيا لحد ما نصل اليوم إلى كنيسة روما وكنيسة الشرقية الأرثوذكسية. عندهم السلطة، نفس هذه السلطة، هنا سلطة الكهنوت، هنا التكريس، عفارم عليك غسان سلمان تحياتي، هي سلطة التكريس. وهنا يكون لما يجتمعوا رجال الدين، وهنا خطورة الكهنوت، لما يجتمعوا الكهنوت على إصدار فتوى مثل الفتوى الإسلامية، هذه الفتوى إذا تحب تسميها فتوى
معصومة من الخطأ، معصومة من الخطأ. أين تكمن المشكلة؟ اليوم هي قنبلة موقوتة، هذه القنبلة ممكن تنفجر في أي لحظة. يعني البابا توادروس ولو أنه هو إنسان رشيد وذكي، إلا أنه في أي لحظة برفع الأصبع إذا أصدر قرار للأقباط أنه يهبوا ويثوروا، ممكن بأي لحظة تصير ثورة مسيحية قبطية في أي لحظة. نفس الشيء بابا الفاتيكان، بابا روما، إذا أصدر قرار، لأنه هذا القرار معصوم من الخطأ لأنه مؤيد من الروح القدس، ممكن بأي لحظة تصير يعني قنبلة موقوتة. وهم معروفين بالتبشير، يعني ما يتركوك بحالك. اللي أرجع وأعيد وأقول أنه المسلم طبعا خطر أخطر من هؤلاء جميعا. تحية لزميلي العزيز أحمد حرقان، منور الشاشة. إزيك يا باشا؟ نورك حبيب قلبي، نورك أنت اللي باشا. حبيبي العفو العفو. ما لقيتش الأكاونت بتاعك على فيسبوك عشان ناخد منه اللينك، ولسه وصل لي اللينك دلوقتي، لأن سكايب ما خدش بالي منه، كان جان بعت لي اللينك عليه، أنا آسف يعني. لا لا ولا ولا يهمك، احنا عارف الفيسبوك عاملين حمله علي بحيث انه ما فيش افتح الصفحه من هنا، يقفلوها علي في اقل من 24 ساعه، فانا كمان ما اكلها كويس من الفيسبوك. على اي حال تحياتي لك، اعطيك مجال انك تضبط الامور، وراح نعطي الميكروفون لعزيزي جان معنا. حي طبعا زملائنا جان برو وابو الحكم ايضا موجودين معنا. اهلا بكم كلكم، اهلا بكم الكرام. جان، شو رأيك بالحكي اللي سمعته؟ هل يا ترى أنت كنت على دراية بهاي موضوع لما رجال الدين الكهنوت يجتمعوا على قرار، هذا القرار معصوم من الخطأ، وكأنما المسيح هو نفسه اللي أعطى هالقرار؟ يعني كان عندك خبر بهالشيء؟ هو بصراحة يعني من للأسف من قلة خبرتنا بالمسيحية، وطبعا هي عائد لثقافتنا اللي ما اللي كرست الإسلام في دماغنا. بصراحة أنا كشخص إنسان عادي، أنا لا أعرف عن المسيحية شيء الكثير، يعني كتر خيرك أنت يا رياض بما أنه صار عندك خبرة بالمسيحية تحاول تنتقد المسيحية. طبعا المسيحية لا تقل خطورة عن الإسلام بكل تأكيد، يعني في أي يعني هم العلمانية التنويري هو اللي قلم مخالب المسيحية وخلاها تركن على جنب، يعني في أي لحظة ممكنة حاليا إذا رفعت العلمانية إيدها عن المسيحية راح ترجع كما العصور الوسطى كما الإسلام حاليا، نفس الزبالة هي، ما راح تختلف أي شيء عنها. وطبعا أشكرك مثل ما قلت رياض أنه عم تعلمنا لنا وتعلم الأصدقاء حول المسيحية وخطورة المسيحية، هذا واجبنا. أنا لا أستغرب في أي لحظة مثل ما قلت أنت يطلع واحد من هذول الباباوات يقول لك هيا إلى الثورة، هيا إلى الثورة، يعني ما راح يوقفوا. ولكن الجميل أنه العلمانية ما تخليهم يتحركوا يتفلحصوا، هي النقطة. هذا هو. تعرف يا خي جان، بارح مر علي خبر مرعب، خبر كتير بخوف. ولاية من الولايات الأمريكية المحافظة، وطبعا المحافظة يعني نسبة المسيحيين المتطرفين من الكنائس البروتستانت هم الأغلبية، هذه الولاية اسمها ولاية ألاباما، أكيد تعرفوها ولاية ألاباما. قانون جديد يعطي حق الكنيسة أن تكون وحدة من الشرطة، شرطة لا مفوضة. اتذكركم بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، كلكم سامعين عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية. نفس الشيء البارح قرار جديد من ولاية ألاباما، ممكن للكنيسة أن تمارس حقوق نفس حقوق الشرطي، ويؤسسون مؤسسة خاصة بهم وحدة شرطة، وهذه الشرطة ممكن توقفك بالشارع وممكن تسألك وممكن تضايق عليك، خصوصا إذا كنت ملحد، لأنه المسيحي الأمريكي يكره الملحد، وراح نتكلم في الحلقات القادمة عن يا ألاباما. Well, that was on the news yesterday that there is a church, local church in Alabama, and they have now full authority for police. وإذا هي حتبلش في كنيسة، كل الكنائس بكرة راح يطالبوا بنفس هذه الحقوق. إذا أنتم عملتوها لهذه الكنيسة، يا ريت لو تعملونا نحن كمان كنيسة، وممكن المسجد أيضا يتدخل بحقوق
الدستور الأمريكي أن المسجد أيضا سوف يطالب والكنيسة اليهودية أيضا سوف تطالب. يعني نحن الآن نعود نرجع نتخلف إلى الوراء بدل ما نتقدم إلى الأمام. شو رأيك بهاي الخبرية عزيزة أحمد حرقان؟ عندك ميوت أستاذ أحمد. نعم حبيبي، أنا أتفق معك تماما حبيبي. طب أستاذ أحمد، أنا عاوز أسألك سؤال مباشر. ليت لي في الآونة الأخيرة الجماعة الأخوة الأعزاء المحترمين من العقلانيين والملحدين بيعاتبوني معاتبة خاصة أنه يا رياض شكلك كثير شايل بقلبك من المسيحيين واليهود وناسي موضوع الإسلام. أعتقد يعني حضرتك متابعني وتعرفني من زمان يعني على اليوتيوب وعرفنا على بعض، الفضل يرجع لأخونا جان برو. يا ترى موقفك أنت الشخصي، نظرتك الشخصية لأسلوبي، أنا أسلوبي من خلال قناتي وقناتكم شجاع البغدادي، إيه رأيك؟ أنا أنصحك رياض لو سمحت لي يعني أن أنت ما تهتمش خالص بالكلام ده، بالموضوع ده، يعني بما يقال عنك بخصوص المسيحية أو غيرها. تعملهاش قضية، يعني تعملهاش مشكلة، هي مش مشكلة خالص، هو أساليبنا بتختلف من واحد للآخر، وما أعتقدش أن الموضوع مهم يعني أو كبير بالشكل ده. أنا مش مهتم بصراحة باللي بيتقال عني أو أي حاجة. لو في نقد بناء أو ملاحظة بناءة تبقى واضح، بيبقى واضح جدا إن هو نقد بناء، واضح إن هي ملاحظة بناءة والهدف منها إن أنت تتقدم وإن أنت تغير أسلوبك للأفضل. حكاية إن نقد المسيحية، أنا كمان بنتقد المسيحية بشكل مستمر وكل الأديان. عندي تقريبا في كونها خرافة وكونها تأثر بشكل سلبي على الناس كلها سواء. يعني الإسلام خصوصية شوية في مسألة الإرهاب في الأونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة، لأن جميع الأديان تم احتوائها من الناحية دي. في الواقع المسيحية فقدت تأثيرها في الحقيقة، وفقدت كونها ديانة يعتريقها البشر يعني، أو يؤمن بها البشر ويخلصون لها ويعملون بمقتضاها. على نطاق كبير المسيحية فقدت ده، ما عدا عندنا في الشرق طبعا، لأن في هنا ندية ما بين المسلمين والمسيحيين الشرقيين بيزايدوا على بعض وبيحاولوا إن هم يبينوا إن هم كل واحد متميز في إن هو مستمسك بدينه أكتر من الآخر يعني. لكن أيضا المسيحية هنا ليست بنفس سيطرة الإسلام، المسيحية ديانة رقم 2 في البلد، فبناء على كده مضطهدة يعني، فدورها محصور شوية وأقل ضررا من الإسلام. لكن طبعا الكنيسة هنا لها دور سيء جدا في حياة الأقباط ومسيطرة عليها مسيطرة سيئة. الكنيسة الأرثوذكسية معروف جدا إن هي مدمرة الأقباط هنا، خصوصا في مسائل الأحوال الشخصية والطلاق والزواج وما إلى ذلك. أي نشاط ضد الأديان أنا محترمه وبحبه جدا وبأيده بشدة يعني، كل الأديان، الإسلام والمسيحية واليهودية وكل الأديان. أحييك أستاذ أحمد على هذه الصراحة والعقلانية، وموقفك هو نفس موقفي ونحن معا في نفس الخندق. صحيح أنه أنا السبب الوحيد اللي يخليني أتكلم عن المسيحية أكثر شيء لأني بكل بساطة قضيت من عمري 3 سنوات هنا في كندا أدرس النصوص المسيحية في جامعة اسمها جامعة كونكورديا في مونتريال. اللي عايش بمونتريال يعرفها لهذه الجامعة، كونكورديا يونيفرسيتي إن مونتريال. So I studied theology اللي هو اللاهوت المسيحي. فإذا أنا متخصص أكثر شيء في هذا المجال، فلازم اللي أنا أعرفه واللي في قلبي واللي أنا متأكد ومتيقن منه أطلع وأشارك فيه الأحبة، أشارك فيه إخواننا العقلانيين المستنيرين ليعرفوا الحقيقة ومدى تفاهة يعني هذه الديانة المتخلفة. ولكن
لا أختلف أبدا مع الأخوة والأخوات. يبدو أن الشرقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعاناة الأولى طبعا بدون شك هي من المسلمين والإسلام، شيء أكيد. عقلية المسلم تختلف تماما عن عقلية المسيحي، إلا أنه هذا لا يعني لا ينفي أبدا خطورة المسيحي. النقطة الثانية اللي يمكن خلت بعض الناس يزعلوا مني، لأن أنا أوجه انتقاد لشخصية معروفة، أنه بلاش نطلع على قنواتهم ونحط إيدنا بإيدهم، لأنه هم بدون شيء يستغلونا إحنا. يعني المسيحي المبشر اللي عنده إمكانيات مادية، وهذه فقط يعني بالمناسبة يعني رأيي الخاص فقط، هو رأيي أنه هم يستغلون الملحد في محاربة الإسلام، لكن المسيحي لا يكن للملحد أي احترام، لأن المسيحي صدق أو لا تصدق ربما سيحترم المسلم أكثر من الملحد. ليش؟ لأن المسلم يؤمن بوجود قوة خارقة فوق خارج الطبيعة. هنالك عوامل مشتركة كثيرة بين المسلم وبين المسيحي، هما الاثنان يؤمنون بوجود إله خالق، وهما الاثنان يؤمنون بأن هنالك ملائكة وشياطين، هما الاثنان يؤمنون بأن هنالك خطة إلهية يعيشها الإنسان من أجل مرضاة الله نفسه وإرادة الرب نفسه، وهنالك حياة بعد الموت، وكلكم عارفين الجنة الحساب والعقاب والثواب والنار. فهذه عوامل مشتركة بين المسلم من جهة، اليهودي والمسيحي من جهة، والملحد بيقول باللهجة العامية طز بكل ذلك، والملحد يقول ليس إله. وهنالك المزمور المعروف اللي بيرددوه في الكنائس، المزمور لداود نمرة رقم 14 من التوراة، اللي هي غبي من قال في قلبه ليس إله، اللي بيقول ليس إله غبي. فهم في أمريكا وفي المحافظات المتشددة المسيحية يتهجمون على الملحد، بس أكثر الناس اللي عايشين بالشرق ما عندهمش خبر إيه المعاناة، إيه نوعية المعاناة اللي بيعانيها الملحد في الدول الغربية المسيحية. ليس هنالك قتل وليس هنالك جز رؤوس، ولكن هنالك بالمقابل عداوة يدورون ظهرهم عليك، النبذ. إذا هم أصحاب أرباب العمل مسيحيين وأنت تروح تقدم على وظيفة مثلا، ما راح يساعدوك وراح يديرون ظهرهم عليك، وربما هذه بعض الناس يعتقد أن هذه ربما أشد من القتل. عزيزي إنسانيين، أبو الحكم إذا عندك مداخلة تفضل. أوكي شكرا. طبعا بالبداية أرحب بصديقي العزيز أحمد حرقان، أنا كثير مبسوط أنه وصلنا مع بعض، وأكيد برمضان راح نجتمع مع بعض كثير يعني. أكيد. ما ناوي تعمل الحوار اللي عملناه السنة اللي فاتت. أوكي. طيب أنا يعني أشكرك رياض على عرض هذه النقطة، لأنه كثير من الناس والمسلمين دائما يجي يقول لك أنت ليش بس تغلط على الإسلام، ليش تغلط على الإسلام، ليش مشلب بالإسلام. يعني إحنا نريد نوضح لهم أنه إحنا كنا نكمل بعض. إذا رياض حكى على المسيحية وأحمد حكى على اليهودية وأنا حكيت على الإسلام أو العكس، كل واحد فينا حكى مكان ثاني، ما حد راح يرضى علينا. يعني أنا لو حكيت بس على الإسلام المسيحية، إذا رياض حكى بس على المسيحية المسلمين راح الملحدين المسيحيين راح يعترضون، يقول لك أنت بس حكي على المسيحية. يعني إحنا مثل ما يقول كل واحد عنده دراية وخبرة. وقال لي تناقشت ويا رياض بهالمسألة، قلت له رياض يعني يجي كلام يقول لك أنت ليش مشلب المسيحية. هو قال لي كلام صراحة قناني، يعني قال لي أنت ليش تحكي عن الإسلام؟ قلت له أنا عندي دراية وخبرة بالإسلام أكثر.
عندي معلومات كوني كنت ملتزم وخاتم القرآن كثيرا وحافظ أجزاء منه. فقال لي أني همينة دارس لاهوت، عندي علم بالمسيحية هواية ومختلط بهم وأعرف معلومات. أنا لو واحد يجي يقول لي تعال سوي حلقة عن المسيحية ما راح أعرف، لأنه أنا ما عندي معلومات كثيرة عن المسيحية ولا عن اليهودية، إلا الشيء اللي كل إنسان مسلم أو يهودي أو أي شخص بوذي أو أي شخص آخر يعرفه عن المسيحية. ما عندي معلومات كثيرة. وإحنا لاحظنا يعني أحمد مثلا كان يستضيف جورج في حلقات، سو خرافات، شوربة خرافات عن هو يتكلم عن الإسلام أحمد باعتباره مسلم، وكذلك دكتور جورج كان يتكلم عن المسيحية، كل واحد يحكي الجهة اللي يعرفها يعني. فالشيء غير غريب إنه كل واحد يتطرق إلى أو يركز على ناس أو دين معين. فقط عندي اختلاف صغير مع الأخ رياض، النقطة اللي ذكرها اللي يقول إنه المسيحي ممكن يكره المسلم، يكره الملحد أكثر من المسلم. أنا صراحة ما أوافقك بهذا الرأي، لأنه ممكن يكرههم اثنينهم نفس الكره، ولكن لا أعتقد أنه يكره الملحد أكثر من المسلم، باعتبار الملحد ممكن يوم من الأيام يعني يتأمل أنه يجي بصفة، لكن المسلم دائما يكون عدو له وممكن يقتله. يعني هذا وجهة نظري بهذا الموضوع يعني. فبس حبيت يعني نقطة أخيرة، أنه لا أحد يلوم أحد من عندنا أنه إذا يتكلم عن طائفة معينة أو دين معين، كل واحد يخوض بالتجربة اللي مر بها. وأنا تركيزي على الإسلام، وكذلك أعتقد جانا مينا مركز أيضا على الإسلام، لأنه إحنا يعني أنا برأيي حاليا الإسلام الخطر الحقيقي يعني، وكل أديان خطر في أي لحظة من اللحظات، ولكن حاليا المشاكل اللي إحنا به أكثر من الإسلام، لذلك أنا تركيزي على الإسلام والشيء اللي أعرف عنه كثير على مدى هذا. وهذا الشيء اللي يخليني مطمئن أبو الحكم، أنه إذا أنا ركزت شوي على المسيحية بقول ما تخافش يا رياض، إخوانك قائمين بالواجب وزيادة. هذا أبو الحكم، وهذا جان برو، وأحمد حرقان، وسال مؤسس قناة جسور، قائمين بالواجب وزيادة. يعني أنا حاطط ببطني زي ما بقولوا بطيخة صيفي. أما بالنسبة لكراهية المسيحي للملحد، الملحد هو أكثر الناس الذين يطالبون بالعلمانية والمحافظة على حقوق المواطنة والإنسانية، فالملحد يعمل ضد مصالح المسيحي. المسيحي يريد يهيمن على البلد، والملحد بيقول له ستوب، مش من حقك أنك تضايقني وتأخذ مني أبسط حقوقي، ارجع مكانك. فهاي المشكلة بين الملحد وبين المسيحي. تفضل عزيزي أحمد حرقان، عندك مداخلة؟ أنا بس كنت عايز أقول لك، أنا يعني بتعامل مع الأصدقاء اللي هم شغالين في التنوير وبيحاولوا إن هم يفهموا الناس ويوعوهم، سواء كان بالإسلام أو بالأديان عموما، بتعامل معهم بحسن ظن يعني ما عنديش مشكلة. لما مثلا الأستاذ حمد أبو الصمد يطلع على قنوات مثلا مسيحية، أو إن هو يتعاون مع مسيحيين أو كذا، أنا في النهاية المحتوى والمضمون اللي بيقدمه لو كان كويس وإيجابي ومؤثر ومنطقي، أنا بقول له أهلا وسهلا ومعايا. لو كان بيقدم فكرة مختلفة أو غلط أو كده أو مختلف معاه فيها بناقشه فيها، لكن أنا ما بسيش الظن بحد، بس الظن بيه إلى أبعد مدى إلى أبعد مدى. أنا معجب حمد أبو الصمد، معجب بمجهوده بإنتاجه، بقناته، بجمهوره، بكل حاجة بيعملها، وما أعتقدش أنا بختلف معاه كتير في أي حاجة. لو كان قريب شويه من المسيحيين ده مش مشكله بالنسبه لي برضه، لان المهم ان هو بيقدم عمل كويس في النهايه. لا لم ارى حامد ابدا يثني على المسيحيه او يروج للدين المسيحي خالص اطلاقا، فقط هو مركز في الاسلام بحكم ان احنا معظم العرب مسلمين، وحامد بيقدم ماده باللغه العربيه، فمنطقي جدا ان هو يركز على الاسلام. اوف كورس، نعم أنا أيدك. هو أنا حتى أقولها دائما أن العمل الذي يقوم به الأستاذ حامد عبد الصمد
عمل جبار ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك. لكن أحط نفسي أنا وجهة نظري الشخصية أني أحط نفسي في مكان الشاب المتقلقل اللي لسه يعني الأمور مش واضحة إله، عمره 18 سنة 19 سنة، فيطلع شخصية مشهورة يقول عن نفسه لا ديني، إلا أنه يجلس مع إحدى أقطاب الديانات الإبراهيمية الثلاثة المسيحية، فربما تشوه الصورة أو تعطي صورة خاطئة لهذا الشاب اللي هو مش فاهم. أما بالنسبة لي وبالنسبة للكبار المخضرمين اللي عندنا باع طويل ويعني تجربة، طبعا شيء أكيد لا يؤثر فيها إطلاقا أن أشاهدكم جميعا ربما على قناة الحياة، ما راح تأثر فيها، لكن ممكن أنها هو هذا السؤال، هل ممكن أنها تأثر على الشاب المتقلقل اللي عنده فراغ عاطفي يطلع من الإسلام؟ واحدة من أكثر الأسئلة التي توجه لي ماذا بعد الإلحاد؟ أنا عندي فراغ عاطفي، أنا عندي فراغ سايكولوجي، على الأقل زمان أنا كنت بؤمن أن هنالك حياة أخرى بعد الموت. بالوقت يا أخي رياض أنت ظلمتها علي خالص، سكرت الشبابيك والبيبان من كل النواحي، أعمل إيه؟ فبيروح على المسيحي بيطبطب عليه، تعال يا حبيبي أنت ما تعرفش، دناش اسمك على كف إيده يا حبيبي، يسوع بيحبك، وبيطلع رشيد ووحيد والجماعة دول ما غيرهم. هاي لأنا تحفظ، هي مجرد تحفظ على الجماعة دول. وأنا على أي حال أتفق أنه فعلا الأستاذ حامد عبد الصمد يقوم بعمل جبار يثنى عليه، كتبها له دوكنز في ميزان حسناته. نرحب ببراندي والأخ جان برو عنده مداخلة، تفضل جان. أشكرك رياض حبيبي، أشكرك جزيل الشكر. بصراحة هو بموضوع أنه الفراغ العاطفي أو شيء مثلا، يعني أنا سمعت الكلام منك رياض، بصراحة أنا عندي تحفظ كبير عليه، أنه معلش بدك تعطيه فرصة. أي إنسان إذا أعطيته حرية الاختيار حتى لو اختار شيء غلط، أنا وأنت منا يعني مسؤولين عليه، يعني تحت الوصاية، هو مو تحت الوصاية، مهما كان عمره صغير مهما كان عمره كبير، هو له شخصيته الخاصة، له يعني رأيه الخاص، فبيتم نحن علينا واجبنا التنوير، واجبنا نفهمه أنه المسيحية غلط والإسلام غلط والدين الفلاني غلط، كل شيء غيبي هو غلط بغلط بغلط، ولكن ما يعني ما مستحيل نضع نفسنا أوصياء على الناس، ولا ما يعني ما خرجنا من بوتقة الدين ذات نفسه، يعني أي دين بيحط نفسه وصي على كل الناس، فنحن ما بدنا نحط نفسنا أوصياء. طبعا هذا نحن آراء بنختلف فيها بنتفق عليها ما في مشكلة، وتم آراء. الفكرة أنه يعني أوكي كل واحد له شخصيته، يعني اليوم مثلا حامد عبد الصمد له شخصيته، كافر مغربي له شخصيته، رياض له شخصيته، أحمد حرقان له شخصيته، جورج بول له شخصيته، كل إنسان عنده أسلوب في التنوير. فالشغلة اللي أنا بصراحة ما بحبها أنه نقعد نحكي على أساليب بعض، أنت هون غلط وأنت هون غلط، خلوا كل واحد يشتغل لحاله، خلي كل واحد يشتغل على كيفه، هاي هو أنه ننور الناس، نطالع أهالينا كل من كل هالغيبيات هاي، من كل هالتفاهات هاي، من كل الخزعبلات والخرافات اللي دمرت حياتنا، إن كانت مسيحية وإن كانت إسلامية يعني. فالفكرة أنه هذا الشاب اللي عمره 18 سنة أوكي احتماله يقتنع مثلا بالمسيحية، why not، خليه يجرب المسيحية، ولكن بالنهاية بده يرجع يفتح عقله، لأنه فتح عقله أول مرة. وطبعا أنت عندك نفس التجربة يا رياض، يعني أنت كمان طلعت من الإسلام رحت على المسيحية، وشفت أنت بعينك، لما شفت بعينك قلت أوكي هي كلها خرافة وطلعت منها. يعني تصور مثلا يجي واحد وقت اللي طلعت من الإسلام أنت ورحت على المسيحية بشكل من الأشكال، أنت اقتنعت بالمسيحية، يجي يقول لك
يا رياض انت صغير وانت ما بصير مثلا تعتنق المسيحية، يعني بدليل انك قاصر، فهذا يعني انت اكيد بدك ترجع ردة فعل عندك بتصير قوية، بدك تتمسك اكثر بالمسيحية بافكارك. فالفكرة انه تترك الناس تختار مثل ما بدها، له عنده اختار المسيحية ولا لا، اوكي اختار المسيحية، ولكن انا واجبي افهمك انه المسيحية غلط، وعندي الدليل والبرهان مثل ما عم تعمل حضرتك الله كذا كذا كذا، انا خايف عليك. لا انا ماني خايف عليك، انسان حر، انت عقل كامل، انت ممكن تختار اللي بدك اياه، انا ماني خايف عليك، انا لي ثقة فيك، بهالشخص اللي عمره 18 سنة انا لي ثقة فيه كامل، ولي ثقة باللي عمره 10 سنين وال 15 سنه وال 20 سنه، اللي ثقه فيهم ثقه كامله انه يفكروا التفكير الصحيح، ولكن خلينا نتخاطب، جرب المسيحيه، شوف شو وشوف الفوارق بينه وبين الاسلام، ونحن عم نحط لك المسيحيه بدراسات علميه، وطبعا اخونا رياض ما قصر يعني كتر خيره. اشكرك. المشكله انه ما بدنا نكرر نفس الشيء اللي المتدينين عم بيعملوا، المتدين بده يفرض دينه بأي شكل من الأشكال، كان بالمحبة، بالسيف، بالإقناع، بالخديعة، ما في عنده مشكلة، بس نحن أنا برأيي الشخصي إنه نحن لازم نكون أحرار، نسعى على حريته، لما تعطي الإنسان حريته سيختار الصح بكل تأكيد يعني. أشكرك عزيزي على هذه المداخلة، وأتفق معك، وفعلا الناس أحرار، اللي عاوز يكون مسيحي مسيحي، ومحدش يقدر يمنعه، نحن فقط أقوم بدور الأخ الأكبر. هنالك تصدق أو لا تصدق يسموني خالو، الكثير من الشباب المتابعين على قناتي يسموني خالو رياض، عمو رياض، صح يحسسوني بأني كبير في السن، وهاي عشان كده أنا اليوم حالق دقني ولابس الشيكاغو بولز على راسي، احاول اصغر بنفسي شويه، يعني اعمل زغنطوط كده حليوي، بس يعني الاخ الكبير يحاول دائما ينصح اخوه الاصغر منه، باعتبار ان احنا عايشين، وانا عايش في نص، على فكره انا جيراني مسيحيين، وجيراني مجرد انهم يشموا خبر انه رياض ملحد ممكن يطالبون اني اترك المكان وارحل، وصايره قبل هذه الكنيسه اللي انا كنت اتردد عليها كل يوم، الكنيسه اللي انا كنت من ضمنها، وكان يجي علينا رشيد يلقي علينا وعظه يلم الفلوس ويروح، بعد المصيبه اللي صارت لي، مصيبتي انا الشخصيه اللي كلكم تعرفوها، وفي البدايه يعني الغضب غضب ولا زال الغضب موجود والزعل موجود، إلا أنا صرحت بإلحادي أمامهم، يا جماعة أنا ملحد وهذا الإله لا يشرفني، إلهك وربك اللي تعبدوه لا يشرفني، ما فيش بعد كده مقاطعة، ولحد اليوم مقاطعة، لا يعرفوني ولا عاوزين ولا حتى يجوا يواسوني، يعني عادة الشخص اللي يفقد إنسان عزيز تروح تزوره تطبطب عليه تشوف حاجاته تقول له معليش طول بالك الدنيا لسه بخير، هذه من باب الإنسانية، لكن لأنه رياض أصبح ملحد لا نعرفك ولا تعرفنا، أنت من جهة وإحنا هاي مسيحي، هذول هاي المسيحية، دير بالك هاي المسيحية. طيب نرحب ببراندي، على قولة جان برو هو بيسمي براندي، هلا براندي، هلا صرت ويسكي ولا لسه؟ مرحبا، اهلا اهلا اخي رياض، نصير ويسكي لخاطرك ولخاطر الموجودين، نصير ويسكي ولا يهمك. انا رياض ممكن احب اقدم لك اعتذار اول شيء، لانه انا كنت اعتقد انك مبالغ في السابق حينما تتحدث عن الملحدين المتنكرين، ولكن انا رايت بالشات حينما عند جان حينما انتقد المسيحيه واكتب اي شيء عن المسيحيه، اجد انه يقل عدد المشتركين عندي في القناه، ومن بعض يحاول أن يقول لي أنت فاهم الإلحاد غلط. هل الإلحاد أصبح وتحول الإلحاد العربي أن يكون تطبيلاً للمسيحية؟ أمر غريب. أرى بعض الأشخاص من ملحد ويدافع وينكر بأن العهد القديم
كان عهدا قديم ولا ولا يكون للمسيحي ولا ملزم فيه المسيح او يتبعه. فكيف يكون هناك عهد قديم اذا لم يكن عهد جديد؟ فالمسيحي يؤمن تماما بالعهد القديم كما يؤمن بالعهد الجديد، وهو يؤمن ان هذا هو نفس الاله. ام ان يعتقدون بان الاله ذهب الى طبيب نفساني وعالج هذه المرحله العصبيه الذي عنده؟ هذه شغله. الشغله الثالثه من يصف الحروب الصليبيه انها ردت فعل على القزوات والفتوحات الاسلاميه. ماذا عن الامريكيتين؟ ماذا عن المفاجات الذي يجدها المنقبون الاجانب في تلك الدول ويفاجئون بالمجازر والمقابر الجماعيه؟ وكان الجيش والجيوش الاوروبيه التي تذهب هناك بمرافقه القسيسين، لماذا لم يعظوهم هؤلاء القسيسين؟ لماذا لم يمنعوهم من هذه الجرائم؟ هذا الشيء يعني، ام انهم يعتقدون ان هؤلاء من يضعون هذه الافلام الوثائقيه التي تفند بان وجود هذه المجازر وتاتي بنفس الاسلحه التي موجوده داخل المتاحف الاوروبيه بانها كانت تستخدم بتلك الفتره واثارها على هذه الجثث، ويتم نكرها وان يكونوا هذول مثلا علماء مسلمين ومنقبين مسلمين، وندخل بمرحله الاسقاط الاسلامي بان الإسلام لا يفعل شيئا ولكن الكل يتآمر عليه. هل أصبح الآن المسيحيين ينظرون بمثل هذه النظرة وأن الجميع يتآمر عليهم وأن فعلا المسلم المتخلف الذي يعيش بهذه الوضعية حالا أصبح أن يخترق الإعلام الأوروبي والإعلام العالمي وأن يؤثر عليه؟ هذه نقطة. أو نقطة الأخيرة، في بعض الأشخاص حينما انتقدت المسيحية قال لي أنت لا أنت فاهم الإلحاد غلط. هل يوجد كتاب اسمه صحيح ملحد؟ هل الإلحاد أصبح شريعة وأصبحت هناك ركائز أساسية يجب على كل شخص اتباعها؟ هل أصبح فعلا الإلحاد دين؟ هل صدق هيثم سكليتا حينما قال الإلحاد دين؟ يعني أمر غريب، نتعجب من هؤلاء الملحدين. لا يوجد. هو الإلحاد هو عبارة عن ترك الدين، الأديان كلها. حينما أضع المسلم وأشتمه 24 ساعة وأركز عليه وانتقده وأترك الأديان الأخرى، أنا أرجعه إلى خانة دينه واجعله متعصبا أكثر لدينه، لأنه يراني أنا الملحد أنتقده. هناك المسيحي ينتقده، هناك الغربي ينتقده، هناك البوذي ينتقده، هناك كل الأديانات تنتقده، وأنا البعض منه يعني فعلا يرجع المسلم إلى التعصب أكثر. وننسى بأن المصيبة أن المسيحي أيضا يطمح بالسلطة، والمسيحي أيضا يحاول أن يزعزع المسلم ويدخله معه أو حتى أن يخرجه من دينه لكي تتوافق الكفة ويكون العدد مطابق حتى يتسلط إلى السلطة، ومن ثم سينحرنا جميعا. يعني لأننا نحن كفر. يعني مثلا أنت قلت شغلة ذكرتها رياض بالحلقة، أن هناك من ينكر الإله في قلبه فهو جاهل، غبي وجاهل. فعلا حتى البابا شنودة الثالث قال هذا، وعندي فيديو وسأضعه قريبا على قناتي، ممكن بكرة سأرفعه، يتحدث عن الملحد الاثيست اللا أدري، عن الربوبي وكيف يصفهم بهذه الأوصاف ويجعل منهم متخلفين ومرضى نفسيين. فكيف لنا أن ندافع؟ ولماذا يكون الإلحاد العربي موجه فقط للإسلام وأن لا يتم عليك محاربة نقد المسيحية والنقد يحاولون لفك ويرجعك إلى الإسلام والسيطرة عليك؟ وأشكركم. شكرا حبيبي. لا أحسنت صفق لك، برافو، مداخلة رائعة. لا راسك الذهب محشوم، وأنا ألاحظ بالفترة الأخيرة أنه تبين أكثر. أشجعك على هذه الخطوة الجريئة أنك تشارك أكثر، وأنا أشجعك أن يستمر قنواتنا كلها في خدمة العقلية، هي موجودة أصلاً علشانكم أنتم. صحيح، كل ما تفضلت به صحيح. هذه المسخرة والضحك على الملحد صارت معي أنا شخصياً، لأن أنا عايش بكندا، ما صارت من المسلمين، لا صارت من المسيحيين. رحت على كنيسة كندية، حتى ما تقول أن هذول عرب ومتأثرين بالشرقية وما شرقية، لا، رحت على كنيسة كندية الناطقة باللغة الإنجليزية، وقلت لهم by the way guys I no longer. أنا كنت أحضر معهم يسموها حلقات دراسية مرة واحدة بالأسبوع، يأخذوا مقطع من الإنجيل، وباعتبار أن أنا دارس لاهوت يحاولون أنه نأخذ ونعطي مع بعض بالحوار وبالتفسير، وما رأيك
يعني شرح وشروحات. بعدين بالأيام الأخيرة لما قررت أني خلاص أترك المسيحية وعلى فتح الله علي الإلحاد، خبرتهم بالمشروع وصرت مضحكة. لا لا يا رياض، هاي يعني بالإنجليزي بس يعني بالعربي يقول لي مستحيل يا رياض، احنا نعرفك انسان ذكي، انسان رزين، عندك عائلة، عندك او انجيلية، نعم انجيلية من كنيسة الخمسينية. الخمسينية اللي بيتكلموا باللغات لما بيصلوا مرة واحد منهم على اساس جاي يصلي علي حط ايده علي على كتفي وعادي يقول كلام شربيخ مرميخ شلمون قرقوزي شلمون قرقوزي، بالاخير قال كلمة سيتاني شكورة شكورة. قلت له لحظة هوب 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 ستوب، انت قلت هاي الكلمة شبيهة بالعربية، ايش قلت؟ سيتاني شكورة قلت له سيتاني يعني شيطاني، شكورة شكورة يعني شكرا يا شيطان، يعني هاي هي الصلاة المسيحية تقول شكرا يا شيطان، سيتاني شكورة شكورة راح نبعص. المهم صرت مسخرة ورددوا علي هذه، ليش انا حافظ المزمور؟ انت عندك 150، انا حافظ هذا المزمور تحديدا حافظه لانه رددوها علي على مسامعي، قالوا لي غبي فاشل جاحد من قال في قلبه ليس إله، آثيوس، اللي هي النفي، ثيوس يعني ليس إله، إله ليس إله، وكلمات تشبه الكلمات القرآنية، رجسوا وبطلت حبطت أعمالهم بالضبط مكتوبة بالقرآن. خلينا أقرأها أحسن، ليش ما نقرأها على مسامع الناس حتى يشوف، يقول رياض رياض يتجنى، رياض يتبلى على المسيحيين ويتبلى على، لا أنا ما أتبلى، أنا كل شيء عندي، كل شيء عندي بالمراجع حبيبي أنت، ولو إحنا كم صلعومي وكم مسيحي عندنا. على العموم أنا ما راح أطول، بس أنا أيضا راح أغير في راح أركز أيضا مع إخوتي على الإسلام في الحلقات القادمة. وين راحت هاي المزمور؟ في الحلقات القادمة أنا سوف أركز أكثر على الإسلاميات. قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسدوا ورجسوا بأفعالهم، فسدوا يعني أنا وأنت فاسدين، ورجسوا يعني أنا وأنت أنجاس، فسدوا ورجسوا بأفعالهم، ليس من يعمل صلاحا، يعني مهما أنا وأنت حبينا نعمل صلاح ونعمل خير بالعكس هذا شر، وقناتي أنا شر، وكل الكلام اللي أنا بقوله شر، هذه مكتوبة أمام عيونكم بالأسود وبالأبيض. عزيزي أحمد حرقان أنا آسف، إذا عندك سؤال ممكن تحب تطرح أو مداخل عزيزي أحمد. لا ما عنديش سؤال، أنا بس عندي تنويه مهم جدا في نحن كل واحد من المشاهدين يعرفه النهاردة، ان العزيز الموجود معنا كانت قنواته بتتعرض بصفه خاصه للاستهداف، يعني انا قفلت قناه قبل كده بس جانت قفلت له اكتر من قناه، اخر قناه اللي جانت قفلت كانت قريب جدا، وبالتالي كل المشتركين اللي على قناته القديمه تم خسارهم هم، فاحنا كنا عاوزين نبذل شويه مجهود مع بعض ان احنا نستعيد الناس دي، نستعيد الأصدقاء اللي كانوا مشتركين في الأول كلهم عشان نرجع مستوى المشاهدات لنفس المستوى القديم. فأحب أنبه على كل الفرق، أنا لاحظت إن المشاهدات عندك كتير وعدد عدد المشاهدين على الهواء كتير جدا، فقلت أقولهم بقى إن هم يفتكروا قناة برضو جان ويشيروا طبعا قنواتنا كلنا يعني ويشيروا الفيديو ده، وطبعا بشكرهم، أنا بشكر الجمهور كله اللي بيشاهدنا على ان هو قاعد وصابر وبيسمعنا وبيدعمنا يعني، وبشكرك رياض برضو يعني على الاستضافه الكريمه للتاخير عشان انا برضو وصلني اللينك متاخر. العفو بالعكس، هذا اقل من واجبنا، وانا عجبتني الفكره، لاحظت اخ احمد انك بتحط اللينك، تحط اللينكات في صندوق الوصف عندك كل القنوات الإلحادية وانتبهت عليها، فهذه فكرة جميلة أحييك عليها، وأنا عاوز أعمل كده برضو بعد انتهاء هاي الحلقة، راح أعمل أبديتنج وأحط كل قنوات الزملاء، لأن هي بصراحة قناة مثل ما هي قنواتهم هي قنواتنا إحنا أيضا، هي كل أنا أشبه قنواتنا العقلانية
بالجنينة الحديقة الحلوة. لما تفوت على الحديقة إذا شفت كل الزهور والورود بلون واحد فقط تقول حلوة بس يعني ما في غير اللون الأحمر مثلا، تشوف لون أبيض، تشوف لون أصفر، تشوف النرجس، تشوف الياسمين، تشوف هذا. إحنا كل واحد عنده مجاله وكل واحد عنده النكهة وكل واحد من عنده الطابع. فلذلك نحن مثل الحديقة الجميلة، نحن الجنة الحقيقية. الجنة معناتها الحديقة. حبيبي إنسانيين عندك مداخلة يمكن. حبيت بس يعني أقول الكلام أوجه للجميع المسلمين والمسيحيين باعتبار يعني أكثرنا يكونون من المسلمين أو من المسيحيين، قصدي الشعوب العربية يعني. فال يعني هالهري دائما يقولون ليش اذا تحكي على الاسلام يقول لك ليش بس تحكي على المسيحية، يقول لك ليش تحكي بس على المسيحيه. فانتوا لازم تتعودون على هذا الشيء، انه احنا نتكلم على الكل وما يهمنا احد. يعني احنا اصلا فكره الالحاد هو رفض الاديان وعدم الاعتراف بها، ونحن نراها جميعها الخرافات وليس وغير مثبت اصلا، يعني فقط كلام وناس يدعون انهم انبياء او مبعوثين من الله، ولكن فقط كلام عندهم ما عندهم اي دليل. واذا الله اذا فعلا الله موجود ما يحتاج الى شخص يسوي 100 بلوى ومشكله وبعدين يدعي انه نبي. فاكو ناس يعني من الملحدين إنسانيين أكثر من محمد وعيسى وقصدي المسيح اللي ما يعرف إحنا نقول له عيسى أو موسى أو إبراهيم أو إسماعيل أو أي نبي. يعني في ناس الدول الكافرة اللي يسموها مثلا السويد 90% دولة ملحدة، لكن ليش يساعدون الفقراء؟ فكروا ليش يساعدون المحتاجين؟ ليش تصرفهم إنساني مع كل الناس، مع اللاجئين مع المحتاجين؟ يعني هو لا يرجو لا ثواب ولا حسنات ولا أي شيء. تفكر يا مسلم يا مسيحي ليش هذا يسوي هذه الأعمال الحسنة، يعني هو ما يرجو أي شيء بالآخرة. فبطلوا من هذا الحكي، يعني كلام فارغ ومستهلك، يعني سمعناه كثيرا، يعني إنه هالكلام يتكرر كثير. وانتوا اللي يعجبوا يعجبوا، اللي ما يعجبوا او ما يصدقني روح يشوف حلقاتنا جميعها، يعني خلي يشوف حلقات جان جميعها، رياض، احمد، سال، خلي يشوف حلقاتنا. هل فقط احنا مركزين على الاسلام او على المسيحيه؟ احنا نتطرق الى كل شيء، اي شيء شو اسمه نشوفها خرافة نحكي عنها. يعني التركيز على الإسلام معروف إنه فقط قلناه، يعني فقط لأنه خرافته أكبر. وبهاي المناسبة يعني أنا كان عندي فكرة، يعني رياض إذا تسمح لي أقولها، وحكيتها ويا جان، إنه الملحدين كل شخص أما يخلي اللينك للملحد اللي عنده قناة ويقدم حلقات، خصوصا اللي يكون مشاهداتهم قليلة مثلي مثلا، دول ممكن يعني يستفادون أكثر. إذا مثلا تخلي لي حلقة، ومشكورا رياض خلالي حلقة، وجان ما يحتاج الشكر لين ليل ونهار حلقات يم، يعني مثل ما يقول احنا شوربة داخلين ببعض أنا وجان. يعني فالفكرة إنه تخلون اللينك فكرة حلوة، أني راح ألقي كل اللينكات مع الأصدقاء الملحدين، راح أخليه عندي بجميع الحلقات بالوصف أخليه. وأتمنى أيضا مثلا واحد يأخذ حلقة من حلقاتي مثلا اللي يعجبه مثلا ويعرضها بقناته مثلا. عندي هالفكرة، أنا أعرض لأحمد، أعرض رياضة، أعرض لفلان علا، أي واحد يعني أعرض له أشياء اللي مسويه حتى أشخاص يعرفون من هو إنسانيون، من هو أبو الحكم، من هو رياض، جان، أحمد. يعني أنتم معروفين، ولكن قصدي هذا الشيء مردود يجي على الباقين اللي مشاهداتهم تكون قليلة،
فأحب ندخل في بعض ونحاول نعرض إنتاج، كل أحد يعرض إنتاج زميل الآخر. طبعا أعتذر من براندي من البداية، لازم كنت أسلم عليه حبيبي براندي صديقي العزيز، إحنا دائما يعني مثل ما يقول لنا جلسات كثيرة، وفرحان أنت ويانا موجود باللقاء. شكرا رياض، وهاي النقطة حبيت أقولها. حبيبي أشكرك، أنا أيدك. وبالمناسبة هي نسيت أقول فقرة مهمة، أنه نحن هنا هذه الحلقة من أجل أن نبين، ليس للملاحدة، هي the intention هو من أجل المسلمين تحديدا وكل كاره وحاقد على الإلحاد، أنه نحن يد واحدة. رياض الخزرجي، أستاذ أحمد، أستاذ جان، أستاذ براندي، أستاذ إنسانيون، كلنا وكل اسم لم يخطر على بالي، جميعنا يد واحدة. هنالك قنوات حديثة أيضا، أخونا أماتيو أو اسمه أماتيو أيضا فتح في الفترة الأخيرة قناة جديدة إلحادية، أعتقد هو من شمال أفريقيا، نحييه عليها. والدعم لأخونا أحمد حرقان، أخونا أحمد يعني بدون شك تعرض إلى يعني عقبات كثيرة في مشواره، وهو سفير، أنا أعتبره سفير الإلحاد الشرقي، ويشرفنا. وأنا كنت أتابع الأستاذ أحمد حتى قبل ما ألحد، لأنه كان يطلع التلفزيون. على فكرة زي اللي حصل معاك أستاذ أحمد في الحلقة من الحلقات، أنه اللي اسمها إيه البت المقدمة المذيعة غلطت عليك وغلطت، وانت افطريت بكل كرامة ورأس مرفوعة انك تنسحب من اللقاء وتخرج. في ناس مفكرين انه هذا الشيء فقط يحدث في مصر او يحدث في الدول الشرقية، وانما هي ايضا تحدث للعلم في امريكا. وفي واحد ملحد شخصية معروفة من اقطاب الالحاد وصديق مقرب من ريتشارد دوكنز وقسيس كنيسة سابق ترك المسيحية والحد، اسمه دان باركر، رح أكتب اسمه على الشات حتى الناس تعرف مين هو دان باركر. ودان باركر طلع في قناة محلية أمريكية وفترة الكريسماس، وكان يطالبهم أنه يا جماعة أنتوا بتحطوا هاي الرموز الدينية في الطرقات العامة، ونحن دستورنا الأمريكي يعني أنتوا لا تراعون مشاعرنا، مشاعر الملحد، مشاعر أي شخص من ديانة أخرى الهندوسي، حاطي لهم يسوع الدلوع والمريم ويوسف، هاي اللي يسموها النيتيفيتي سين. عشان الكلمتين دول بس تم طرده من التلفزيون، البث مباشر، كان بث مباشر، وتم طرده من التلفزيون الأمريكي فقط لأنه طالب بتنفيذ الدستور الأمريكي الذي يحفظ الأقليات والحريات والمواطنة. وهذه في أمريكا، مش في مصر، مش في السعودية، مش في، لا في أمريكا. بس خلوا بالكم من تصرفات المسيحيين المتطرفين. أخويا جان برو، إذا عندك مداخلة. عندك ميوت. أشكرك رياض، أشكرك جزيل الشكر حبيبي. طبعاً مثل ما نوه أخوي أحمد بالنسبة للقنوات اللي أغلقت، يعني أنا صار لي في الساحة اليوتيوبية خلينا نقول مع الملحدين السنة ونص، تقريبا 6 قنوات تسكرت لي يعني ما شاء الله، وكأني بعبع لهم. فأتمنى من الأصدقاء يعني يرجعوا ويساعدونا ويشتركوا بالقناة. وعلى فكرة أنا قريبا راح أعمل برنامج جديد بعنوان نشرة التاسعة، وهي نشرة أخبارية طبعا ما لها علاقة بالإلحاد، ولكن لها علاقة مثل ما بقول جدلية وعميقة بالعايشين ونحن أهالينا في العالم العربي أو العالم الإسلامي. فطبعاً الهيكل هو ما رح يكون إلحادي، ولكن له علاقة كبيرة بالانحطاط اللي عايشين فيه، ويعني محاولة من هالمحاولات هي. برنامج الجهل رح يبقى كما هو في نشاطه، ما راح يخف إلا يعني الفترة هي شوي عندي الأوضاع، عم برتب أوضاعي، فممكن يكون ما في حلقتين كنهار يعني
أو بالأسبوع 4-5 حلقات ليس أكثر، ولكن برنامج الجهر ماشي، والبرنامج القادم اللي راح أسويه الأسبوع هذا يمكن أنزل أول حلقة من أول نشرة الأخبار التاسعة، فأتمنى ينال إعجاب الأصدقاء وأتمنى الدعم منهم يعني حتى نقدر نقول اللي عنا، نقول اللي بدنا إياه. رغم مش العاشرة في القاهرة يبقى كل الدعم. لا لا التاسعة، التاسعة نشرة الأخبار التاسعة هي هي من شبكة أخبار. أنا غيرت معدل برنامجي عشان خاطر ما يبقاش هو برنامج جان في وقت واحد، أنا خليته 10 كان على الأول. حبيبي أحمد جان المفضل فأنا خليته 10. عشان بقى نشرة الأخبار العاشرة هقفل لك القناة بتاعتك دي خالص. لا لا أكيد أكيد لا التاسعة، التاسعة أكيد على التاسعة. فيعني ما هي شبكة أخبار الولايات العربية المتحدة، يعني نشوف نحن إذا استلمنا قمة العالم ماذا يمكننا أن نفعل. على كل حال أرحب ببراندي، آسف كثير براندي أنا ما سلمت عليك، ورحب أستاذنا كفاح، أهلا وسهلا أستاذ كفاح. مرحبا أستاذ كفاح، شرفتنا ونورت بوجودك وحضورك. طبعا أخواننا في غنى عن التعريف، أستاذ أحمد حرقان وجان برو وأبو الحكم وبراندي، وأنا تلميذك رياض. شلونك أستاذي؟ سمعنا صوتك. تحياتي للجميع، تحية الحرية لكل الحاضرين اللي بالبانل واللي حاضرين يسمعونا ويشوفونا. تحية الحرية لكل الأحرار الصادقين العاشقين. هسه انتم كلبين بالله، قال الله وحكى محمد وقال عيسى، هذني بيش كيلو دحكونا على الحب على العشق على النساء وجمالهن وعذوبتهن. قال محمد وهو متهرئ وعيسى وهو متهرئ وموسى، هذول شنو؟ ذولا منو؟ شنو الله؟ منو الله؟ احكونا على في شيء واقعي حلو جميل تكسبون به قلوب الناس. ولو ايه يطبوا المزيقة شعر كل اللي موجودين. نتشرف بأحمد، حتما هو من بلاد مصر الفخر اللي كلها فن وكلها جمال. قبل شوية كنت أتكلم مع خالد الصاوي، ايضا ترى خالد الصاوي لاحق على الالحاد، فديوم تلقيني اجيبه وياي لل شو اسمه الشرف. وبعدين عندنا شاعر كبير جان، عندنا ابو الحكم فلت بالعشق عاشق على على يعني الى حد النخاع، وانت خو ايضا عاشق. الناس ملت ترى من قال محمد وحش عيسى، أني مليت يعني الله يبعث على القيء. زين وياكم المايك ونتشرف بوجودكم، شكرا جزيلا. تسلم تسلم حبيبي تسلم، ومنكم نستفيد. أنا حتى سامحوني يا جماعة نسيت النشيد الوطني، دائما نبتدي الحلقة. يلا يا جان جهز نفسك، اسألني السؤال، شيل الميوت و وينه الله؟ In this ass بالإنجليزي. Where is God in this ass? Where is God? وين الله؟ رياضية واحدة. على كل حال أنا يعني بدي أذكرك بمثل شعبي يعني رائع. إذا كان الله موجود في كل مكان، وقع ومن ال يا عيني اكمل العبارة التالية. نعم نعم صحيح، هذه احدى المعلقات التي خطت بماء الذهب، وهي معلقة حاليا في الكعبة، الا وهي ان كان الله كلي الوجود omnipresent باللاتيني، احنا ندلع شوية باللاتينية omnipresent، موجود في كل مكان، إذن كما قال الحكيم جان معناته أن الله موجود في طيزي. إذن لا أحد يزعل مني رجاء.
براندي عزيزي عندك مداخلة براندي. عزيزي اخ اخ رياض انا بس عندي سؤال بس، هل فعلا جميع المسيحيين ينكرون العهد القديم ويصفطون على الاخر ويعتقدون بان العهد الجديد هو ناسخ للعهد القديم؟ واذا هذا صحيح لماذا يعيبون على الاسلام وينكرون عليهم الناسخ والمنسوخ ويعتقدون ان هذا تلاعب بالمصطلحات؟ هذا عندي بس استفسار بسيط. سؤال قوي جدا طبعا، وسؤال ما راح اقدر اختصرها في حلقه واحده، وانما المسيحي حينما يفتش عن حكم عملي دائما يذهب ويرجع الى العهد ما يسمى بالعهد القديم، ولذلك هذا الكتاب يجمع النص الاول التوراة والكتب اليهودية والنص الثاني اللي هي الأناجيل. يسوع المسيح ثلاث سنوات جاي مهمة انتحارية. بعض الناس يستغربون من رياض الخزرجي إذا يصف يسوع الدلوع بأنه انتحاري. يعني لا أقول لك الصراحة، يسوع لا يختلف عن الداعشي الذي يريد أن ينسف نفسه بحزام الناسف، لأنه هو القدع كان مصدق نفسه أنه هو جاي يخلص شعب اليهودي، وأن الله سوف يتدخل في اللحظات الحاسمة الأخيرة لكي يقوم بعملية تنظيف شاملة اللي هي يسموها الأبوكاليبس. فلذلك المسيح كان يعلم التلاميذ بشهادة النصوص نفسها أنه هو جاي علشان مهمة واحدة ومهمة واحدة فقط، عشان يموت، جاي عشان يسلم نفسه للأعداء، يسلم نفسه للرومان بمساعدة اليهود نفسهم، حيساعدوه أنه يحقق هذا الحلم. فاليهود سلموه على طبق من ذهب إلى الحاكم الروماني بيلاطس، وتم وبعدين هو تفاجأ، كان مفكر أنه الله راح يدخل في اللحظات الأخيرة، ورفع رأسه إلى السماء وصاح: إلوي إلوي لما شبقتني، إلهي إلهي لماذا تركتني. مش إحنا كان في بيننا اتفاق؟ مش أنت يعني بتبص فين؟ بص هنا شوفني أنا معلق على الصليب، خلاص ما بقي إلا نفس وحينتهي، يلا وينك؟ وين شغلك؟ وين معجزاتك؟ وين فلق البحر؟ وين هذا ما يدور في عقل يسوع المسيح. ولكن نعم، المسيحي لذلك ليست لديه أحكام عملية، فماذا يفعل بهذه الحالة؟ يرجع إلى التوراة ويبحث في التوراة عن أحكام. واحدة من الأمثلة العشور وجمع العشور المادية. العشور هذه ترى من العهد القديم، من تعاليم موسى، ما لهاش أي دخل بالمسيح ولا بالعهد الجديد. إيش معنى يطبقون العشور في كنائسهم اللي هي وصية من وصايا العهد القديم؟ ومن أين لهم ذلك إن كان فعلا محذوف؟ ولكن المسيح وضحها، المسيح قال: لم أأتي لأنقذ بل لأكمل الناموس. لم يأتي لكي بدليل وجود طائفة مسيحية في البداية في أول قرن اللي هي طائفة الأبيونية واليعقوبية، جماعة يعقوب أخ الرب، باعتبار أن الرب كان له إخوة وأخوات. بعض الناس مفكرين أنه مريم العذراء بتول، يعني على البتولية مخلفة 100 واحد ولسه عذراء ولسه بتول، هذا الكلام علينا إحنا؟ المهم عنده إخوة وأخوات، وأحد أكثر الشخصيات المشهورة يعقوب، وكان عنده أتباع يعقوب، ويعقوب أتباعه اليهود كانوا ينادون بتطبيق شريعة موسى، أنه على أي أساس يا بولس اللي عنده فلسفته الخاصة، فلسفة بولس، تريد أنك تأكل لحم الخنزير وتشرب الخمرة على أي أساس؟ يسوع المسيح لآخر لحظة هو يصلي في هيكل سليمان. يسوع المسيح مختون، الختن اللي طالب بها إبراهيم وموسى، أمه أخذته هو لسه عنده طفل صغير، أخذته على أورشليم حتى على أساس يعملوا له الختان، ماشي على الشريعة هو. إذن فعالة، فهي فعالة الشريعة، لماذا يستنكرونها؟ هذا شيء. لكن أنا سأتجه إلى شغلة أخرى، لماذا مسألة حديث إذا جلد ظهرك وأخذ مالك أسمع واطع والكلمة الشهيرة الذي قالها عيسى: أعطي مالي قيصر لقيصر؟ مع أن هنا صلعم كان واضح بكلامه لا يريد أن يشق الصف، أما عيسى تطبيع واضح مع الغزو الغازي المعادي للدولة، مع العدو، يعتبر عدو لأورشليم، هذا الروماني الوثني. فأنا أعتقد أنه هو بالبداية كان عميل،
وحين تم كشفه مع طلبته انه يريد الانقلاب، يعني في روايه لا اعرف مدى صحتها انه وجدوا معها مخبأ بعض الاسلحه كذا سيف يعني موجود معه، وممكن فكروا انه يحاول ان يقوم بثوره ضده، ولكن بالبدايه كان واضح التطبيع مع الرومان. فانا اعتقد ان تصلبه لانه كشفت خيانته. انا خيانته لما ذهب الى الهيكل وقلب طاولات الصيارفه وهجم على الناس اللي بيشتغلوا في مداخل اشراف الهيكل، هنالك تعليم في التوراة يقول انه لا يدخل المال الاممي مثل الاممي، يعني في بعض الناس مش فاهمين يعني ايه اممي. الاممي اي شخص ليس يهودي، ومن هنا زرعت بذور التفرقه وبذور العنصريه. يا اما تكون يهودي يا اما تكون غير يهودي، بغض النظر عن خلفيتك وطائفتك وقوميتك، مش مهم عندهم. يا اما تكون يهودي مختار، يا اما تكون شخص نجس، لان للاسف الامميين انجاس. على فكره اليهودي عنده في تعليم التلمود من حقه انه يسرق من مني ومنك كامميين، ولكن ليس من حقه ان يسرق من اخوه اليهودي. وكانما سمعنا مثل ذلك في الاسلام ايضا، الأقربون أولى بالمعروف، المسلم أخو المسلم، الهلال الأحمر يساعد فقط المسلمين، وطز بالمسيح التسونامي وطز فيهم كل بقية شعوب العالم، المهم المسلم فقط. ولكن نفس العقلية موجودة عند اليهود، طز بكل الأمميين بس علينا نركز باليهود فقط. فطبعا لما دخل عليهم يسوع وقلب هذه الطاولات، لأنه لازم يبدل العملة الرومانية إلى عملة محلية، عملة الشيقل، الشكل اليهودي، هذه الوحيده اللي مسموح توصيات الله، هذه وصايا انه لهذه العمله الوحيده، فلازم يجلس هذا الشخص يسوي تصريف، جيب هاي الفلوس الرومانيه نبدلها ونحولها الى فلوس يهوديه. ليش اجى يسوع المسيح زعلان وقلب عليهم؟ مش هو الله الظاهر بالجسد؟ هل عنده سكيزوفرينيا؟ هل عنده يسوع انفصام بالشخصية؟ ما أنت قلت كده في العهد القديم، جايت أنت مغير رأيك ومعصب وشايل العصاية وتضرب فيهم وتقلب الطاولات ويشتم يا أولاد الأفاعي، يعني زي اللي تفيد تمثلها بالمصر، يا أولاد الوسخة أنتم مفكرين نفسكم إذا أنا حديكم في القزمة. هذا هو يسوع المسيح. على أي حال أنا بس عندي قصيدة، نريد نسمع قصيدة حلوة من جان برو، تفضل عزيزي جان. أشكرك حبيبي رياض. طبعا يعني بصراحة مثل ما قال أستاذنا كفاح، يعني كفاية بقى نتكلم على هالأوباشة دول لا يستحقون، خلينا في الغراميات أحسن شيء. وأفضل شيء أرجع على 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 أشعار، والمرأة يعني تستحق أكثر منهم بكثير من هدول. في قصيدة بس بما أنه فتحنا موضوع الغراميات هي للمرأة، طبعا هي ثوري، فبتقول القصيدة: سلمت يداك، سلمت شفاه منها العطر يتعطر، وتسلم أنامل الحب التي بين شعر صدري بكل وقار تتمختر، وتسلم عيون منها الدفء وشبق عربي الهوى يتمطر، هذا صدري لك وطن ثوري فيه، لا حرية لمن في وطنه لم يتحرر، لا حضارة لمن في الحب لم يتحضر، ثوري فيه وارمي جسدي بسعير شفتيك، فقد مضى زمن الخوف وانهار صنم الحرام وتكسر، ثوري يا امرأة ثوري، شقي صدري برحيق أنفاسك وازرعي فيه براعم الجوي، شقي وجه السحاب، فكي قيد الفراشات، ورشرشي أحلامك بأفخر العطور، ثوري على صدري، إن روحي تثور حينما تثوري، إن دمي يفور حينما تفوري، أرقصي على جسدي كنحلة، وعطري برحيقك زهوري، ثوري إني أشتهيك حينما تثوري، إني أستحليك من بين نساء الأرض قاطبة في أعماق جذوري، ثوري واجعلي من صدري بركانا صاخبا يحرق كل من للحب قد تنكر، ثوري إن زمن الخوف قد دهسناه بنعالنا أصبح رمادا،
أشكركم، هاي القصيدة اللي يا عيني يا عيني عليك، برافو برافو. وأثناء إلقاء القصيدة طلعت علي نبوية وقالت تطلب إيدك على سنة دوكنز ورسوله. عاوزة ذابت ذابت نبوية ذابت. حبيبي عزيزي أشكرك. على أساس مستني نبوية بتاعتك أنا. تطلب إيد جان على سنة دوكنز، صلوات على دوكنز وآل دوكنز. في جماعة طالبين مني لطمية، لطمية شيعية على دوكنز. أبدا والله ما ننسى دوكنز، أبدا والله ما ننسى دوكنز. عزيز أحمد حرقان، دور إذا عندك مداخلة أو سؤال تفضل عزيزي. لا أنا مستمتع جدا والله بالحوار بتاعكم ده، بس كان عندي تعليق على كلام الاخ ذا فري، لو تذكرون باسم ذا فري، الاخ ذا فري استاذ كفاح، استاذ كفاح نعم. هو كان بيقول يعني احنا ليلة نذكر الله ليلا ونهارا، و ومع ان الموضوع ده ضام جدا وده حاجه يعني بايخه سخيفه جدا ومؤذيه، بس الفكره ان احنا ما بنذكرش الله، هو بيذكرنا شويه قنبله هنا و انفجار هنا ودهس هنا، فهو سبحانه مش ناسينا يعني. فاحنا بنحاول ان احنا نقعد نتريق عليه ونفهم الناس ان هو ده فنكوش، عشان خاطر ما بيعملوش نفسهم ده كتير يعني، بيعملوه في نفسهم وفينا ده كتير خالص. فبنحاول بس نتكلم عنه كتير ونتريق عليه ونقعد نبين للناس قد ايه هو فكره مخبوله، عشان خاطر يعني ممكن واحد ولا اثنين من الدواعش يسمعونا ويغيروا نفسهم ويروحوا بقى ويفككوا الحزام الناسف اللي كانوا لابسين دوت، ويروحوا يلعبوا كوتشينا ولا حاجه ولا شطرنج ولا يدوروا على بنت يزعبوها. بس في سؤال موجه لك استاذي احمد من صديقه ساندرا. ساندرا بتقول لك اسال الاستاذ احمد حرقان كيف شايف حركه التنوير في العالم الشرقي وشمال افريقيا، يعني هل ترى تحسن، أمل، نسبة أكبر من الإلحاد تنتشر الآن، أم تراجع، أم تقهقر، أم تقصير، أم ماذا بالضبط رؤيتك الشخصية للمسيرة التنويرية؟ هو على مستوى العالم ملاحظ جدا أن في انتشار كبير للإلحاد وتغيير في بين المجتمعات ومواقف الشباب من الدين، خصوصا الشباب ما بين سن يعني أوائل العشرينات كده لأواخر الثلاثينات أو في منتصف الثلاثينات، اللي هو سن الشباب يعني، أو سن أواخر سن المراهقة أو أوائل سن الشباب يعني، إن الأجيال بتطلع بعيدة كده كل البعد عن الدين. المجتمعات بتتغير بشكل كامل، أستراليا، بريطانيا، دول كتير كانت المجتمعات دي محسوبه على المسيحيه، دلوقتي لا، ما نقدرش نقول ان هو من هي مجتمعات مسيحيه، لان نقول ان هي مجتمعات اقرب لتكون خصوصا في وسط الشباب. بالنسبه لاحنا برضو في الدول الناميه ومثلا في الهند مثلا على سبيل المثال، في حركه حاليا نشطه جدا وسريعه للغايه. في بلادنا احنا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وكده بنلاحظ حركه قويه جدا برضو للملحدين وانتشار سريع، خصوصا في المغرب طبعا. المغرب مبهره هذه الايام يعني، عندنا يعني اعداد ضخمه جدا من الملحدين ونشاطات كثيره وفعاليه، وتونس ايضا، وتونس عندهم حزب ملحد في الحقيقه وان كان اسمه الحزب الليبرالي، عندهم جمعيه للملحدين ونشيطين جدا، وبنشوفهم طبعا احنا على الفيسبوك وبنشوف مواقع التواصل الاجتماعي. شباب في المغرب نشيطين جدا، في اكثر من قناه الحديثة على اليوتيوب المغربيه، كافي المغربي طبعا ما حدش يعرفوش كلنا نعرفه، وغيرهم كتير مش عاوز انسى حد او مش عاوز يعني، بس انا بشوف النشاط في المغرب اكتر من المشرق العربي يعني. العراق طبعا ابو الحكم بيقول ان سمعت الحادث العراق وصل التلت، فعلا العراق طبعا من الدول الرائده جدا في الالحاد من زمان يعني مشهوره، وكان في احصائيه قديمه بتقول ان هم 16% من سكان العراق يعني، لو مكان العراقيين طبعا لازم الحد بعد كل اللي بيشوفوه. صحيح. لا، في امل كبير وفي حركه الحاديه سريعه جدا ومتسارعه ايضا يعني، كل يوم اسرع، ومتفائلين جدا والله جدا.
أنا زيك بالضبط أستاذ أحمد، ومتفائل بالشباب السعودي. تعرف حضرتك أنه أنا لما أعمل إحصائيات يسموها الأناليتكس on يوتيوب، أكثر الرقع الجغرافية التي تتابع هذه القناة هي من السعودية والمغرب. تحياتي لماي فانز بقى المعجبين من المغرب، وتحية للسعودية أيضا، الشباب كلهم على رأسي من فوق، وإحنا بخدمتكم. أستاذ كفاح، عندك مداخلة شيء أو أستاذ كفاح؟ نعم عزيزي، تحياتنا للجميع. عندي رأي حول الملحدين باليوتيوب. الملحدين العرب ثلاث أنواع. أول نوع هي حركة إلحاد من أجل زعزعة المسلمين نحو المسيحية، يعني خلخل إسلامك حتى يجذبك إلى المسيحية. الحركات أو الملحدين من النوعية الثانية هم حركات إلحادية مندسة في سبيل تأصيل الإسلام، يعني يجيب لك ملحد نص حباية وينصب عليه مسلم ومن أجل شنو سيناريو مفتعل، وهذا أيضا موجود. أما الحركات الثالثة فهي حركات الملحدين الأحرار اللي هم أخطر أنواع الملحدين على الكل. الصوت واضح؟ إيه كاروان. أوكي جريت. فهذه هي الحركة اللي حركة الملحدين الأحرار هي المخيفة للجميع، هي مخيفة لكل حركات الإلحاد اللي من أجل أجندة معينة. لا تنسون شباب، ليس كل من يتكلم بالإلحاد هو حر، لأنه صارت هذه العملية وانفضحت على هذه الشاكلة اللي هي حركة زعزعة المسلمين نحو المسيحية وحركات إلحادية في سبيل تأصيل الإسلام. الإشكالية اللي تصيب حركات أصبح في انقطاع بالخط، بس لحد ما يرجع سؤال خليني أسأله للأستاذ أحمد نستفاد من وجودك. هو كان موجه للأستاذ كفاح، لكن حسأل أستاذ أحمد، وهو الملحدين معرضين للقتل. هذا سؤال من شاب عراقي. نحن الملحدين معرضين للقتل في المجتمعات الإسلامية، هل يحق لنا الدفاع المسلح؟ هل يحق لنا استخدام قوة السلاح للرد على هؤلاء الصلاعمة؟ فالحزب العسكري الإلحادي أو ماذا تظن أستاذ أحمد حرقان؟ فضل. لا يعني مع احترامي الأخ كريم، يعني بس ده كلام يعني غير مقبول أبدا، وكلام يعني مش مسؤول كمان. أولا مش بس الملحدين معرضين للقتل في البلاد العربية، للأسف كل بقى معرض للقتل. يعني في سوريا مات مئات الالاف من البشر، وليسوا ملحدين ولا شيء، من كل الطوائف يعني، ومسلمين ايضا وصلنا كمان. في العراق الناس بتموت عشوائيا برضو في الانفجارات، واحنا عندنا في مصر الناس بتموت في الانفجارات وفي الارهاب، وناس من الجيش بيموتوا والكلام ده، في حين في ملحدين كتير يعني نشيطين وفي نفس الوقت لم يمثلوا بسوء يعني. فالملحدين الحياه عموما هنا في البلاد ديت قيمتها اقل من قيمه الحياه عموما يعني، وكرامة الإنسان وحياته يعني مش بتلقى العناية اللي هي اللائقة بيها يعني بصفة عامة. لو في ملحد شاكك إن حد هيأذيه أو قلقان من حد، لازم يلجأ للسلطات الأمنية في بلده تدافع عنه. في مصر مثلا المفروض إن الأمن هو اللي المفروض يحمي الأقليات كلها ويحمي الناس عموما وكل المواطنين يعني. ده دور الأمن ودور الحكومات، لكن مش دورنا احنا كافراد ان احنا نشيل سلاح او نحمي نفسنا او نحارب او كده. صحيح، نحن الالحاد انسانيه وتحرر من هم الذين يعني احنا اساسا طفشانين
من المسلم بالدرجة الأولى اللي يحمل السلاح ويقتل فينا. فنحن ما نريد نتشبه، ما لا نريد أن نتشبه بالدواعش والمسلمين. فرغم أنه حياتنا طبعا الدفاع عن النفس حق مشروع، شيء أكيد أنه الواحد حقه أنه يدافع عن نفسه، لكن هنالك وسائل مثل ما تفضل أستاذ أحمد، ممكن تقدم لجوء، ممكن تروح على يعني حسب البلد. إذا كان البلد شوية ها بلد متقدم، المفروض أنه من حقك تروح على الأمن والسلطة الأمنية والشرطة وتخبرهم عن الوضعية، والمفروض هم يساعدوك. أما إذا كان البلد اللي عايش فيه طايح الحظ للأسف، من حقك طبعا تدافع عن نفسك، ومن حقك شيء هذا طبيعة، يعني حتى كل الكائنات الحية تدافع عن أنفسها، ولازم نشوف لك مخرج، لازم نشوف. لكن كتكتل جماعي وتحزب وحمل السلاح، لا، هذه طبعا راح تعطي صورة مشوهة للإلحاد، وهذا ليس ما نريده. نحن فقط توجهنا سلمي، أكثر شخص مسالم وأكثر شخص توجهه سلمي هو الملحد، لأن الملحد إنساني بالدرجة الأولى وعقلاني، ويتفاعل ويعمل مع الحكومات المحلية رغم كره الحكومات البعض منها، يعني إلى رغم ذلك أكثر واحد مخلص ومواطن شريف هو الملحد. أستاذ كفاح، انقطع عندك الخط إذا تريد تكمل عزيزي. سوري، فقط نقطة واحدة قلت، إنه النوعية الثالثة اللي هي حركة الملحدين الأحرار، عليهم أن ينتقلوا بمواضيعهم من دائرة انتقاد الأديان والله والمقدس فقط إلى دائرة تحرير العقل العربي من كل أنواع الجزمية والاستبداد المقدس، والانتقال بوعي للناطقين بالعربية، وعي يستوعب التطور العلمي وقادر على مواكبة هذا التطور بأشكال جديدة، خدمة لذات الإنسانية للناطقين بالعربية في كل مكان. علينا أن نتجرد من ملاحقة الأديان ومطاردة الأديان، لأنه تم استهلاك هذا الموضوع، وأنا أعتقد هناك مواضيع أكثر فائدة للمستمعين والمشاهدين تتعلق بتطوير هذا المستوى الواعي للمستمع والمشاهد إلى مستويات ممكن أنه يواكب بها التطور الحاصل في كل أنحاء العالم. شكرا جزيلا. شكرا أستاذي على هذه المداخلة. أستاذ أبو الحكم، عندك مداخلة. طبعا أسلم على أستاذ كفاح، رحب بي ويانا. النقطة اللي حبيت أقولها أنه تكملة الكلام أستاذنا كفاح، أنه أنا برأيي أنه الملحد لازم يكون تأخذ جميع الجوانب، تتعرض يعني مثلا في ناس يتكلمون في طرق كثيرة للوصول إلى الأشخاص للتنوير والإلحاد، انه اول شيء لازم الزعزعة بدينه، يعني تذكر له انه دينك قال هكذا 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 وهو كذب، والعلم اثبت هذا الشيء. هاي نقطة. والنقطة الاخرى، الناس الاخرين اللي عندهم المام بالاديان الاخرى كذلك يقومون بعملهم، وكل واحد من جهته يقوم بعمله، وناس اخرين ايضا يتكلمون بالعلم والتطور العلمي والطبي اللي حصل، ويحاولون ينورون الناس انه الاديان جميعها خرافة. يعني كل واحد يعمل من منطقته، يعني مثلا مسلم تجي، هو ممكن يكون انسان امي يعني ما عنده اي المام، تجي تحكي له على آخر التطورات العلمية بالفضاء بالعلوم الطبية جميع التطور اللي حاصل في الوقت الحاضر، هذا ما راح يفهم. لازم انت شوي شوي تحكي على تفكيره، هو كيف يفكر
تحكي له وتفهمه انه اللي باش به هو غلط وتجيب له اثباتات على قد فهمه، يعني تفهمه انه هذا الشيء غلط وانت اللي ماشي عليه هيجي والدين يقول هيجي. فكل واحد يتصور يعني احنا منظومه متكامله لازم نعمل من جميع الطرق. ويا حبذا لو في قناه من القنوات فقط تتكلم عن التطورات العلميه الحاصله الان. وهو انا برايي يعني دائره متكامله لازم نتطرق الى جميع الجوانب وكل ان يعمل من مكانه. شكرا. استاذ جان برو عندك مداخله؟ جان اشكرك اخوي رياض. على كل حال يعني بصراحه انا يعني اتفق مع الاستاذ كفاح واتفق مع اخونا احمد ومع حكمت وكل الاصدقاء. يعني هو المشكله انت يعني انت قلت رياض اول حلقه انه لما بتدخل حديقه وبتشوف كل الزهور بلون واحد يعني ممكن جاي، ولكن حين يعني راح يعني شوفها مملة. بس الجيد انه كل واحد يعني لون مختلف بنكهة مختلفة. يعني مثلا برنامج الجهر بالإلحاد خلينا نقول، رغم انه شاف كنا قاسين على يعني على المسلمين كثير بالبرنامج، شفنا كثير معارضة، ولكن كل الجهات يعني فيها نحكي بالعلوم، نحكي بالمسيحيات، بالإسلاميات، يعني ما كل شغلة بنقدر نحكي عليها بنحكي عليها. مثلا أخونا أحمد يعني أخونا أحمد ما بيعرف غير الإسلام، فجيد أنه يحكي بالإسلاميات، أنت تحكي بالمسيحيات. أتمنى بصراحة أنا أتمنى ألاقي مجموعة من الأصدقاء اللي ممكن يكونوا قادرين علمياً يتكلمون، حتى أجعل برنامجي كله علمياً علمي. يعني أنا أعشق العلوم خصوصاً علم الفضاء، فيعني نحاول قدر الإمكان نكون بفريق عمل. يعني أوكي أنا مع الأستاذ كفاح إنه العلوم يعني ويعني نحتاج نحكي فيها كثير. يعني صح حكينا كثير في الديانات، ولكن المشكلة انه في كثير ناس من المسلمين واهلي ناس منهم يعني هن ما بيعرفوا شيء اصلا، ما رفعوا راسه، ما بيعرفوا شيء اسمه الحاد، ما بيعرفوا شيء انه في حديث غلط ولا شيء. هن بيعرفوا الله فوق ونحن تحت، ما بيعرفوا شيء عن دينهم نهائيا. فمسألة انه ننتقد الدين طبعا لازم يكون فريق في مجموعة من الأصدقاء دائما ينتقدون الدين الإسلامي، مجموعة من الأصدقاء دائما ينتقدون الدين المسيحي، مجموعة من الأصدقاء دائما يتكلمون بالعلوم، وهذا شيء كتير مهم. يعني ما هو إنه نتجه في اتجاه واحد فقط، ما بنقدر يعني على كل حال ما رح نقدر، والواقع رح يثبت انه كل واحد فينا نحن جماعة احرار نحكي اللي بدنا اياه، والناس بعمرها ما كانت على شكل واحد. فالملحدين يعني ليسوا خارجين عن القاعدة، مختلفين، لذلك رح نشوف بكامل الوانه يعني بكل الالوان رح نشوف. ف لا تستعجلوا، ونحن اصلا ما تخطينا المرحله الاولى، ما فهمنا اهالينا لسه انه دين غلط حتى نروح على مرحله ثانيه. هلا بيقولوا لك انه شو المشروع الملحد، شو مشروعه الملحد؟ اول شيء ليش يعني نحن هلا بدينا مشروعنا نفهم الناس انه الديانات غلط. طب اوكي، وما بعد الالحاد؟ طب ما بعد الالحاد الملحد هو علماني، ما بعد قصة الملحد هو علماني. يعني بدك الملحد هو مشروع حقوق الإنسان، الديمقراطية، الحياة المسالمة، نعيش بسلام، نشتغل مثل الخلق، وهي هذا مشروعنا. شو مشروعنا؟ يعني بدك نطيرك على القمر؟ يعني نفكر إذا قلنا لك والله دينك غلط، لا أكيد ما راح نطيرك على القمر. مشروعنا بعد ما اللي خرب بيتنا ودمر
ببلادنا، بدنا اياك تعيش بسلام وتعيش مثلك، تتقبل الاخر مهما كان الاخر مختلف معك. يعني النهاية الديمقراطية ونعيش بسلام، بعدين نفكر كيف نعلم أولادنا العلوم، العلوم الحقيقية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، ونوسع لهم مجال الحياة أكثر حتى تطلع إبداعاتهم بكل سهولة بدون أي قيود. يعني absolutely. شكرا على المداخلة أستاذ أحمد. إذا عندك أيضا شيء تريد تضيف أو ترد أو نعم يبدأ الأخيرة، لأن في الواقع للأسف أنا عندي بعد قليل برنامج حوار مفتوح حلقة جديدة النهاردة، فبس قدامي زي 8 دقايق يعني على الحلقة، فهقول المداخلة دي وأستأذنكم. يعني هو فكرة في الأديان، يعني مناقشة الأديان مش الهدف منه إن احنا يعني نضيع وقت او ان احنا نعمل عمل فيه طرف او كده، او نتريق بالاديان او حتى ننتقم منها. هي يعني الفكره ان الاديان خلت الامم بتاعتنا او الامه بتاعتنا، لو قلنا ان هي امه واحده يعني، امه فاشله تماما. لو قارنا ما بين الدول اللي هي تخلصت من الافه بتاعه التدين دي بالدول اللي هي لسه ما تخلصتش منها، هنلاقي ان في فرق كبير جدا حضاري، وفرق كبير في كل حاجه حتى في الأخلاق. الأديان دورها واضح جدا في تدمير الشعوب دي، لأن الشعوب يعني حتى بيبقى يعني الناس في شمال أفريقيا مثلا ما فيهوش حاجة على الناس في التانية من البحر المتوسط، هم ناس زي ناس زي بعض في كل حاجة، باستثناء إن دولة متخلفين ودولة متخلفين، بس هنا دول المبتلين بالدين ودول متحررين منه بس. فاحنا بندعو الناس تتخلص من الدين، وده مش حاجه هينه ولا مهمه هينه ولا مهمه فرعيه ولا مهمه فيها نوع من الطرف، بالعكس ده انا بشوفه ده اهم حاجه في الوقت اللي احنا فيه. بالنسبه للعلوم يعني لو انا اهتمينا بان احنا نبسط العلوم او نفهمها للناس، اولا دي مش شغلتنا، دي شغلة العلماء وشغلة الناس العلماء بالذات كمان اللي هم مهتمين بتبسيط العلوم للناس وعندهم القدرة على كده وعندهم الموهبة دي. ثانيا اصلا الناس ما عندهاش استعداد تسمع للعلم الا اذا اتخلصت من الدين، يعني طول ما الانسان بيبقى متدين عاوز يدرس للدين، يروح المكتبة يشتري كتب دينية، يسمع المشايخ، يتعلم القراءة بالنسبة له قراءة كتب الدين، الثقافة بالنسبة له ان هو يسمع زغلول النجار مش عارف ايه، فهو الدين بيحول ما بين الناس وما بين العلم اللي هو اسمه العلم. فاحنا لو اشتغلنا على الدين وفهمنا الناس حقيقه الدين ده وزيفه وخيبته الثقيله، في الحاله دي هنسمح للمزيد من الناس ان هم يجروا ورا العلم ويسمعوا للعلماء. وشكرا جزيلا. اشكرك استاذ احمد، وتشرفت انا بحضورك اخي العزيز، واتمنى ان تكون هنالك حلقات إضافية في المستقبل بيناتنا مشتركة. وأنا ما أريد أطول عليك لأنه عارف أنه عندك تحضير الآن لبرنامج آخر، موفق وشكرا على هذا المجهود. طبعا أستاذ أحمد في الآونة الأخيرة يقوم بمجهود كبير جدا، سوف أضع رابط السبسكرايب لقناة أستاذ أحمد حرقان في صندوق الوصف، وبالإضافة إلى كل القنوات الأخرى الأعزاء. شكرا لك أستاذ أحمد، وشكرا على حضورك معنا. شكرا للأستاذ كفاح وأبو الحكم وحضرتك وجان وبرنت، شكرا جزيلا للمشاهدين أيضا. العفو، بخدمتك عزيزي، بخدمتك. قبل ما نعطي الدور من حق أيضا الأستاذ كفاح، إذا تريد كلمتين عزيزي أستاذ كفاح، وأكو أعتقد سؤال كان بس ما ألقى السؤال وين. تفضل عزيزي أستاذ كفاح، إذا تريد، إذا حابب تقول كلمة. شكرا جزيلا. فقط تأكيدا على الموضوع اللي تفضل به العزيز جان والعزيز أبو الحكم، اللي هو تقسيم الفريق الواحد. علينا أن نعمل بروح الفريق الواحد. الفريق يعمل على أساس تقسيم الأدوار، وليس يعني never for clashing، ما نريد أنه واحد يضرب الأخ بموضوع هو مكرر هنا وهناك. يجب التنسيق، علينا أن ننسق. ثلاث أربع قنوات تنسق عملها
في سبيل الأداء الأحسن والخدمة الأفضل لمن يستمع لنا، فتكون منوعة هي الأديان العلمية والعلمانية، وتكون بهذا الشكل. أشكركم مرة أخرى وأخرى وأخرى، دائما للعطاء وتحية الحرية دائما. شكرا عزيزي وأستاذنا دكتور كفاح. بالمناسبة حلقة مرتقبة يوم الجمعة، الجمعة القادمة مع الأستاذ كفاح محاضرة جديدة راح أسوي لها إعلان بعد قليل، بس دا أنتظر المحاور وبعدين نرتبها. شكرا أستاذ كفاح. كان أكو سؤال موجه لصديقنا جان برو من أستاذ فرج. أستاذ فرج بيسأل يقول أبو يوسف يا ريت لو تسأل أستاذ جان برو انطباعه بعد استضافة المفكرة وفاء سلطان. تفضل عزيزي جان. أشكرك رياض وأشكر طبعا، يعني أنا بصراحة ما عم بفهم شو قصة العشق اللي بين أستاذ رياض وأستاذ كفاح، يعني أتمنى أستضيف أستاذ كفاح عنا يعني ببرنامج الجهر. فهي ملاحظة شوي هذا شو عشق ما عشق، أنا وياك على طول عزيزي، لا تقول عشق ما عشق. حبيبي أستاذ كفاح، بصراحة يعني من محبتنا لك، بس يعني بدنا إياك أكثر وأكثر معنا بالبرنامج، يعني أنت دعم حقيقي للبرنامج بصراحة. على كل حال بشأن موضوع الباعي عن استضافة السيدة وفاء سلطان، بصراحة هي إنسانة رائعة، يعني أستاذ وفاء سلطان يعني أنا كثير فرحت لما قبلت اصلا يعني تكون معنا وشيء جيد يعني تكون بالبرنامج. انا انطباعي رغم انه نختلف معها في عده نقاط، مثلا نقطه انه العلمانيه الحاليه او الثقافه الغربيه الحاليه هي جذوره من المسيحيه، وهذا شيء اكبر غلط طبعا هي تقع فيه، كيف وقعت فيه انا ما بعرف صراحه. مسألة أنه تؤمن بغيبيات هي طبعا برجع ألا، وأنا ليس لي علاقة وليس لي علاقة أنه أعاتبها ليش تؤمن بغيبيات أو لا، هذا رأيي وهي حر فيه. أنا كل ما علي أنه يعني لو كان الغيبيات هي اللي عنده، وأنا أعرف كل كثير من الأصدقاء أنه عاتبين ليش ما هاجمت دكتورة وفاء وقت قالت أنه أؤمن بغيبيات وكونيات وأشياء من القبيل، لماذا لم تهاجمها؟ ليش أهاجمها؟ يعني شو اللي عندها؟ ما تؤمن على كيفها؟ بس إيمانها ما ضارني، لو يضرني يضر أهلي يضر ناسي كان هاجمت أكيد بكل تأكيد، مثل الغيبيات الإسلامية يعني إيمانها لا يضرني، تؤمن بما تريد يعني، وأنا مالي يعني ما تؤمن به، هي حريتها الشخصية. فهذا أنا ليس من حقي إنه أهاجم أو أنتقد أو شيء من هالقبيل، لا تؤمن فيما تقول. وأنا أشرح موقفي صراحة، يعني أنا النقاط اللي أختلف معها نقطة الغيبيات ونقطة أنه المسيحي الحضارة الغربية أو الثقافة الغربية الحالية اللي شايفينها من العلمانية هي جذورة من المسيحية، وهذا طبعا أكبر غلط تقع فيه الدكتورة وفاء، ومع احترامي العميق لشخصها الكريمة. شكرا جان برو. صحيح هنالك هي كشخصية مفكرة وتمثل العنصر النسائي من سوريا ومن الشرق الأوسط عموما، فنخلع لها القبعة على، وهي أيضا تواجه تحديات كبيرة جدا من المسلمين والصلاعمة، ونطلب منك استضافة أخرى وأخرى وأخرى للست وفاء سلطان على قناتك جان برو. احنا متطلعين ومتشوقين إلى حلقات أخرى. دخل ويانا صديق آخر عزيز همنا معروف أستاذنا قيصر راضي. شلونك عزيزي؟ مرحبا بك أستاذ قيصر، شلونك؟ مرحبا حبيبي رياض، أهلا وسهلا. مشتاقين يا با، عاشتيدك على الحكومة الإلكترونية، وموضوع شيق كان وعجبتهم الجماعة يكتبون على التكست، وأكيد راح لما بس يصير عندي مجال، لأن أنا همنا شوية مقيد بالعمل، بس أكيد راح يكون في تكملة
جزئية ثانية وثالثة، لكن أكيد بعيد عن هذا الشيء، من خلال كل ما أنت متابع ويانا على التكست، هل هنالك ملحوظة أو أكو شيء مداخلة تريد تقولها أو وجهة نظر؟ تفضل عزيزي. لا بالبداية عسل، يعني آسف للدخول المتأخر، بس تحية سريعة لجميع الأخوة الحاضرين، أبو الحكم جان براندي والأخ كفاح وإلك والأحمد أيضا. بالضبط هو التعلق أنا هو يتعلق يمكن بآخر حلقة عملناها أنا وياك رياض، هو يصب بنفس الاتجاه، وأنا أيد وجهة نظر الأخ كفاح. شلون؟ أنه إحنا صحيح قضية نقد الأديان أصبح موضوع يعني ربما صار شغل عليه هواية اليوم، يمكن مواقع اليوتيوب ويعني مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيرها مليئة بالنقد اللاذع للإسلام والمسيحية وغيرها. الجهود تستمر طبعا، ما حد يقول أنها راح تنتهي، لكن فكرتي يعني وقلت لك لسه بهذه الحلقة اللي عملناها وأنا جاهم بالطريق عندنا حلقات أخرى، أن خلينا نتذكر مثلا ما صار بالعراق بعد 2003 لما جت الولايات المتحدة بالاحتلال دمرت العراق وسقطته ووقفوا صافنين. ماذا سنفعل بعد؟ ماكو خطة، ليس هنالك خطة واضحة. وأنا كنت موجود في ذاك الوقت يعني شفت هذا الموضوع في عيني وحجم الدمار اللي صار. أيضا خلي يسأل المتنورين أنه ماذا بعد انهيار الأديان وانهيار الإسلام، ولو هي ما راح تصير طبعا، أكيد هو الموضوع موضوع تدريجي وأنه راح يصير عملية تقليم أظافر لهذه الأديان، نخلص من الجانب الشرس والعنيف بيها وتكون قضية روحانية وإلى آخره. لكن خلي يكون عندنا نظرة شوية أبعد. أنا في رأيي أنه يكون هذه القنوات هي بالأكثر يكون توجهها في المستقبل على الأقل، بعد ما يعني يقتنع القائمين على هذا الموضوع أنه أوكي نقدنا الأديان فيما يكفي، نسفناها قعدناها على القاع والموضوع أصبح واضح، تكون منارة علم أنه إحنا عندنا هذه أبراج المعرفة الثلاث، الأديان والأساطير اللي هي من ضمنها إحنا متناوليها، العلوم التطبيقية والعلوم التجريبية والفنون، أدب شعر مسرح غيره، والفلسفة المظلة التي تغطي كل هذه الأبراج. خلي يكون تركيزنا بالمستقبل على هذا الموضوع، أنه تبدي تكون هذه القنوات مواضيع جميلة متنوعة مثل ما ذكر الأخ كفاح، تحيتي إلى وأشهد على إيده بهذا التوجه. الشباب متعطشين لهذا الموضوع، يريدون المعرفة، يثقون بهذه الناس، يعرفون أن هذه الناس لديهم معرفة جيدة ويستقون المعلومة الذي يثقون أن هذا الشخص راح دقق وبحث في هذه المعلومة، ما راح تجي يسمع كلام خطأ، فهذا راح يكون أيضا يلعب دور. فأصور هذا راح يكون له أثر أيضا كبير ومؤثر في يصب في يعني التوجه نفسه، أنه تنوير وتحرير العقل هو هذا هدفنا. فهذا اللي حبيت أني أعلقه، وتحية لكل الموجودين وشكرا جزيلا. شكرا، سعدت بحضورك وهذه المداخلة الطيبة منك، وما راح أريد أطول لأنه هسه أستاذ أحمد حرقان راح يسوي بث مباشر، فأريد الجمهور يتوجه إلى قناته هو ونعطيه فرصة ونعطيه مجال. رح نبدأ ناخذ الخلاصة وكلمة أخيرة كل شخص. عندي أول شخص على جهة الشمال أستاذ براندي، تفضل عزيزي براندي إذا تريد تقول كلمة أخيرة أو في الشيء. أنا آسف نسيت أحيي براندي، تحياتي لبراندي. أهلا أهلا غيصر، تحياتي لك أيضا وأشكرك على مجهودك المتواصل والرائع أيضا، ولا تنسى اللابتوب مرة أخرى لأن في المرة الأخيرة بالتوفيق لك. أنا رسالتي اللي أوجهها للمسلم، أيها المسلم كف عن أحراج من يمد لك يد العون وتشمت ترامب بمن يساعدك ويصفهم بأن قلت لكم قبل وأنا حذرتكم والآن يشمت فيهم. أوروبا بالتحديد مدت يد العون لكم وتركوكم الدول المسلمة وأنتم الآن تحرجونهم مرة بعد الأخرى. فإلى متى وأين ومتى ستتعلمون ومتى ستكفون عن همجيتكم؟ القرب إذا توقف عن مد اليد لكم وإعانتكم هذه الدول ستقول أن الغرب يتآمر عليكم وتدخلون مرة أخرى. لا، لم يتآمر عليكم، الناس يساعدونكم لأن هذا هو دستورهم وهذا هي تعاليمهم وهذا ما تربوا عليه، مساعدة الأشخاص المحتاجين، ولهم لا يرجون من الله شيئا لأنهم ببساطة
الأوروبا أكثرها دولة علمانية، مش علمانية عفوا، دولة ملحدة. فلهذا السبب أنا أطلب من الملحد، وأنا لن أتوقف عن نقدك أيها المسلم، اللي أنا في بعضهم يدخلون عليه ويلومون لماذا لا تنتقد الديانات الأخرى، أنا سأنتقدك لحد ما تتوقف وتتحدث أنت بنفسك عن احترام الحريات واحترام الأديان. حينما تصل إلى هذه المرحلة أنا سأتوقف عن انتقادك وسأتركك، حينما يكون الإعلام العربي إعلام مفتوح للغير لا ديني له الحق أن يطرح أفكاره وأن يتوجه سياسيا لتطوير بلاده، لأنه له الحق الكامل بأن يتخذ موقف في بلده وأن يعيش ببلده كما هو يحب، وللجميع أن يختار ويقرر. وأشكرك أخي رياض وأشكر الجميع الموجودين. شكرا. بالعكس، وانضم صوتنا إلى صوتك وأشجعك على المشاركات مستقبلا، شقد ما بيك شقد ما عندك مجال. 100,000 هلا ومرحب وغلا. فبس خبرني على التكس رياض، دزلي الرابط يجيك الرابط صاروخ، للكب الهواء صاروخ. تسلم عزيزي، تسلم عزيزي جامبرو. تفضل عزيزي إذا فيك كلمة أخيرة تحب توصلها. أشكرك أخوي رياض على الفرصة الرائعة اللي أتحتنا يعني نتكلم مع أصدقائنا الحلوين. طبعا كنت أحب أسلم على قيصر كمان، قيصر راح يظهر. على كل حال بس يعني رسالة مثل ما بقولوا أخيرة لأخوتنا وأهالينا اللي عم يسمعونا اللي لازالوا مؤمنين، إنه يا جماعة بكفي، نحن ما عم نضيع وقتنا لأنه حابين نضيع وقتنا، نحن عم نضيع وقتنا على اليوتيوب هون لأنه شايلين همكم، شايلين هم هالجهل اللي انتم عايشين فيه، هالفقر اللي انتم عايشين فيه، يعني أقل ما يقال عن وضعنا وضع منحط في حروب أهلية، عم نقتل بعض كلها في سبيل خرافة. أتمنى من أهالينا يفتحوا عينهم على الخرافة هاي. والشغلة الثانية بدي أقولها لأصدقائي المتابعين إنه الأسبوع خلال هالأسبوع هذا أكيد الحلقة الأولى راح تطلع من برنامج نشرة الأخبار التاسعة من شبكة أخبار الولايات المتحدة العربية أو الولايات العربية المتحدة وتيفر. يعني أشكرك رياض، أشكرك جزيل الشكر حبيبي. بل نحن من نشكرك ونحن من نشد على يديك، واستمر والريح بظهرك ونحن جميعا خلفك. شكرا عزيزي جان، وما تنسوش يا جماعة شاركوا واشتركوا قدر الإمكان في على قناة زميلنا جان برو. أستاذ كفاح عزيزي، إذا عندك كلمة تحب توصلها كلمة أخيرة إذا بعدك ويانا. شكرا جزيلا، التحية لي كل البشر الأحرار نساء ورجال، والتحية خاصة لمن أعطى منكم ومتواصل بالعطاء، وعلينا أن نكون يد واحدة وفريق واحد وتنسيق واحد من أجل هذه الرسالة اللي هي أسمى من كل الرسالات اللي أتى بها الخائب المقدس. شكرا جزيلا للجميع. شكرا أستاذ كفاح، وأحييك مرة أخرى وأشكرك على نشاطاتك الجيدة المحمودة معنا، فأنت فعلا نبراس وشعلة وأنا تلميذك. حبيبي إنسانيين أبو الحكم، تفضل عزيزي دورك. شكرا رياض. طبعاً ما لحقنا نحكي ويا حبيبنا قيصر، أسلم عليك حبيبي قيصر وفرحان أنه أنت ويانا. الكلمة الأخيرة اللي أريد أقولها إنه الملحدين، وأنا يعني أتكلم عن نفسي وأعتقد جميع الملحدين يفكرون هكذا، إحنا طول ما عندنا نفس راح نبقى ننور إخواننا حتى يتركوا الخرافة ويتجهوا إلى العلم والإنسانية. هذا يعني رسالتي لجميع المسلمين والمسيحيين وجميع الطوائف، أنه يفكرون شوية بالعقل ويتركون الخرافة ويتأكدون من كلام اللي نقوله عن أي شيء نحكي. وآخر جملة، وأشكرك رياض طبعاً عرضت علي هذه
الفرصة اليوم أتكلم مع الأخوتنا المشاهدين والصحبة الحلوة، وأقول أنه آخر جملتي أنه الشجرة المثمرة هي التي ترمى بالحجار. شكرا. شكرا أبو الحكم، وأنت أخونا العزيز وواجبي، وأعتبر نفسي مقصر ويا الإخوة والأخوات في الإنسانية والعقلانية. تحياتي لكم جميعا. أعتقد ما أدري إذا بقى هسه أخونا تريد تقول كلمة أيضا، كلمة أخيرة أستاذ قيصر. نعم رياض، بس شيء صغير بس. تحيتي لأبو الحكم، شكرا، تحية الجان. فقط في ما يخص هذا الكلام بدنا نحكي أنه توحيد الجهود، ويعني هذه القنوات التنويرية وكيف أن تعمل مع بعض. أنا حكيت سابقا وكان كانت تقول إن تجربة سابقا أنه هذه القناة اللي عملناها شبكة تنوير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأنا عندي صفحة على الفيسبوك في وقتها تبرعت لجان، قلت أنا مستعد أنه صفحة بها لعدد يعني لا بأس بي راح يوصل حوالي 6000 عضو، أنه تكون داعمة للقناة حتى كل ما ينشر، كل فيديو جديد ينزل على القناة ينشر على هذه الصفحة على مجهز التفاعل، وأيضا يكون مجال للنقاش والحوار حول الفيديوهات والإنتاجات اللي تنزل. لكن بعدين القناة هذه راحت والصفحة لا زالت موجودة، فهذه خلوها ببالكم أنه موجودة صفحة دائما تحت تصرفكم، أنه أي وقت تحتاجون نبدل اسم الصفحة ونخليها، بس يكون أكو في صيغة اتفاق أنه كيف يعني يكون صيغة التعاون. ويا ريت أستاذ كفاح يكون موجود ويانا الأب الروحي. فكليتنا بنفس الاتجاه، نفس الهدف، وهو خدمة إنسانية، ما رايد نعدها أي شيء غير تنوير الشباب. شكرا جزيلا لكم. شكرا عزيزي على هذه المبادرة الكريمة من عندك، وقفة شاهمة جدا. وطبعا بالنسبة للي ما يعرف أستاذ قيصر عنده من أجمل الصفحات الرائعة على الفيسبوك. طبعا أخوكم مسكين رياض بعد دا أشحد، أو على قولتنا دا أقدي صفحة جديدة على الفيسبوك بعد لي، يلا ما يخالف بسيطة. بس أنا أحييكم على هذه الوقفة الجميلة. شكرا لك، شكرا لكل الأخوة براندي وأبو الحكم وجاندرو، أستاذ كفاح والأستاذ أحمد حرقان على هذه المشاركة الطيبة. أخونا براندي أشجعك أيضا على أنك تظهر قدر الإمكان، لأنه كلامك أيضا جميل يعجبني، ونحن جميعا في صفحة واحدة وفي خندق واحد في مواجهة الإرهاب الإسلامي والزحف الإسلامي الخطر. تحية الحرية لكم جميعا، وهذه باي باي مثل ما عودناكم، سالوت، وإلا حلقات أخرى، ودمتم سالمين. رياض الخزرجي، شكراً.